مصر بيحصل فيها ايه؟ ده سؤالي اللي هطرحه على ضيوفي اللي مشرفيني، دكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار وعضو مجلس الشعب، اهلا بيك. الاستاذ محمد نور المتحدث باسم حزب النور، اهلا بيك. الاستاذ المهندس شريف زهران عضو مجلس الشعب وعضو المجلس الاستشاري. لكن اسمحوا لي قبل ما نبدا حوارنا اتجه الى بورسعيد، معايا على التليفون زميلنا العزيز الاستاذ حمدي جمعه مراسل صحيفه المصري اليوم من امام المستشفى الاميري بورسعيد. استاذ حمدي مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عمرو. اخر المستجدات عندك ايه يا استاذ حمدي؟ المستجدات يا استاذ عمرو في تضارب كبير جدا في عدد القتلى. انا امام مستشفى بورسعيد العام الاميري فيها 15 جثمان، قبلها كنت في مستشفى حميات بورسعيد فيها 18 جثمان، قبلها كنت في مستشفى المبرة تعمل التأمين الصحي فيها 13 جثمان، المستشفى العسكري فيها عدد من الجثمين بيقال انهم 9 لكن الضباط المشرفين على المستشفى رافضين دخول الصحفيين. المصير في الامر يا استاذ عمرو انه اللي واقف مع اطراف الاهلي بيعاونوا في التعرف على زملائه هم شباب بورسعيد، وده اللي بيطرح علامه استفهام كبيره جدا على احداث اليوم من اولها. الاحداث بدات في خلال الشوطين، كان تقريبا جمهور جزء من الجمهور موجود في ارض الملعب في حاله تغاضي وهطرشه عاليه جدا من امن بورسعيد. الامر الاخر انه بعض الفئات المشبوهين والمرتبطين بالامن هم اللي كانوا بيقودوا هذه الاعمال. من اقوال الحاضرين للمباراه انه رغم انه المباراة انتهت بفوز النادي المصري 3-1 لكن حجرة لافعة ما بين جمهور في منطقة معينة في منطقة الغرب في استاد بورسعيد في اتجاه جمهور النادي الاهلي، ونتيجة التدافع من باب ضيق جدا حصلت اصابات كثيرة جدا. الاعداد متباينة، رسميا بيقول 80 مصاب، فعليا المستشفيات تقريبا زي ما بقول لحضرتك انا تنقلت بين 4 مستشفيات في الغالب. الحوادث اللي استقبلها مستشفى بورسعيد العام فقط، لكن معلوماتنا لغايه دلوقتي انا رحت مستشفى الحميات، مستشفى التضامن، مستشفى المبرة، مستشفى بورسعيد العام، مستشفى العسكري لم اتمكن من دخولها، مستشفى الزهور ايضا فيها اصابات وفيها جثامين مصابين. الجثامين في غالبها من اطراف النادي الاهلي. استاذ حمدي انا جالي رسميا دلوقتي ان عدد القتلى حتى الان 73 قتيل ومئات الجرحى. ده على الاقل. ده على الاقل يعني من المتوقع ان يزيد هذا الرقم، انا شايف انه عمال يزداد في دقائق بشكل رهيب. لانه معلوماتنا ان داخل استاد بورسعيد ما زال هناك مصابين ولم تدخل لهم سيارات الاسعاف. الاستاد جمهور الاهلي ما زال بالداخل ولاعيب الاهلي ما زال بالداخل. الحقيقه حاله التراخي الامني اللي بتعيشها بورسعيد قبل المباراه واثناءها لم نشهدها حتى في ظل احداث الثوره. انا اظن ان جمهور التراس الاهلي يتلقى درسا ما من جهه ما تعاقبه على دوره في ثوره 25. ده تحليلي مش معلوماتي، لكن انا شايفه قدامي ان شباب بورسعيد واقف في المستشفيات حزين على شباب الالتراس الاهلي، وهو اللي بيقوم بنقل الجثث وهو اللي بيحاول تكفينها وتغطيتها، وبيرحبوا بالمجموعات القليله جدا من الالتراس اللي موجوده في المستشفيات بتتعرف على زملائها. ولو شفت المنظر يا استاذ عمرو تندهش ان مش ممكن يكون العنصرين دول البورسعيديه والتراس الاهلي لا يمكن يكونوا هم اللي كان في بينهم شغار داخل الاستاد. في شيء ما غامض وشيء ما ملتبس، واحداث المباراه من الشوط الاول ومن نزول الجمهور للملعب لاول مره في تاريخنا استاد بورسعيد واستمرارها بهذا الشكل في شيء ما غامض. استاذ حمدي هل انت قابلت اي حد من الاطباء المختصين؟ تعرفت منهم اسباب الوفيات ايه او اسباب الاصابات ايه؟ الوفيات يا استاذ عمرو ما في اغلبها نتيجه التدافع، لانه الالتراس لما حاول يخرج من المبرج بتاعه كان متاح قدامه باب صغير عباره علاوه على الضرب بالحجاره والضرب بالعصي. الغريب في الامر ان احنا شفنا في مستشفى الحميات فرد شرطه لسه واصل بورسعيد من يومين اسمه سعيد مخبر في اداره البحث الجنائي، زملائه تعرفوا عليه وزملائه واقفين في حاله هياج شديده جدا. المدينه تقف على صفحه صفيح ساخن وتجمعات بالعشرات او بالمئات من شباب بورسعيد واقف قدام المستشفيات غاضب جدا، ها؟ مما يدل على انه الاحداث اللي جرت في استاد بورسعيد لا علاقه لها بابناء بورسعيد. طيب هل الشرطه العسكريه تدخلت؟ هل حصل ان يعني كيف تم السيطره على الموقف حتى الان؟
الموقف مشي عشوائي يا استاذ عمرو في كل الاحوال، حتى هذه اللحظه المستشفيات اللي فيها المصابين، انا بكلمك من مستشفى سعيد العام، ما فيش عليها مخبر او عسكري يحمل جسامين اللي جوه. لما تنتقل ما بين المستشفيات، ليه الداخليه فين يا استاذ حمد؟ الداخليه يبدو ان شيء ما ابتلعها. انا اقول لك على حاجه، ما فيش عسكري بيقول في اشاره. انت عارف اليوم بتاع يوم 28 مساء لما اختفوا كده بفعل فاعل او بشكل سحري، هكذا هي بورسعيد هذه اللحظه، لا تجد مسؤول. يعني نقدر نقول يعني ايه، الداخليه انسحبت يعني بورسعيد؟ موجوده عند الاستاد امن مركزي، موجود ضباط، لكن مثلا عند المستشفيات في الاماكن العامه ما تلاقيش حد يتكلمه. اللي موجود عند استاد بورسعيد دلوقتي موجود العميد عادل الغضبان الحاكم العسكري او قائد القوى العسكريه لبورسعيد، معاه قوات امن بشكل كبير جدا. الجيش اللي كنا بنشوفه بكثافه في الايام العاديه ما احناش شايفينه دلوقتي. طب تفسيرك لده ايه طيب؟ تفسير الشخصي انه يبدو ان في جهه ما بتصغر من الترا في النادي الاهلي ودوره في ثوره 25 يناير. استاذ حمدي جمعه الكاتب الصحفي ومراسل صحيفه المصر اليوم من امام المستشفى الاميري بورسعيد، شكرا وحنواصل الاتصال بك ان شاء الله. اظن لكم يعني اولا تعقيبات، يعني دايما في جهه ما ودايما في ترخي امني. دكتور اخد تعقيب منك اولا عن الاحداث. مش عارف، اولا يعني في كذا رساله النهارده عايزين نبعتها، مش عايزين نخلط ما بين الصور وبين صحيح ما يحدث. يعني في أول في يعني حصل لبس عن لانه الحقيقه في اتجاه جامد جدا، وانا يعني بزعل من الناس اللي بتطلع تقول ادي الثوره وادي اللي خدناه الثوره، فانا نفسي برضو نفصل ما بين الصور وما بين الثوره اللي قامت عشان احترام كرامة البني آدم المصري. وإذا كنا بندفع ثمن فهنقعد ندفع ثمن سنين طويلة من وجهة نظري. دي حاجة. الحاجة الثانية، دي مش أول مباراة، وأنا راجل رياضي قديم، يعني دي مش أول مباراة يحصل فيها الكلام ده. حصل في ماتش الزمالك قبل كده، حصل في ماتش الأهلي قبل كده، وكانوا بينزلوا الناس وجمهوره بيجروا في الشارع وبيجروا في الملعب يعني ويضربوا بعض. ففي مشكلة هنا احنا لازم نتكلم عليها، هي حماية المباريات. احنا بدأت القصة من لما كنا بننزل ميدان التحرير في المظاهرات، وحتى 25 يناير الجيش والداخلية اعلنوا عن عدم مسؤوليتهم عن حماية المتظاهرين. طب ما احنا نزلنا في 3 مليون واحد في 25 يناير اللي فات، ما ماتش واحد. صحيح. ما ماتش ولا تعور واحد. صحيح. اذا العملية بتاعت النهاردة دي عملية مدبرة. لما ايه، لما حضرتك بتتكلم دلوقتي حوالي 80 واحد، احنا داخلين في 80 واحد وما خفي كان اعظم. صحيح. 80 واحد ماتوا، لا يبقى في حاجة، دي حاجة منظمة، بالإضافة إلى أنها تقع تحت القط العمد. يعني ده في ناس نازلة تضرب ناس أو تقتل ناس وحاجة كده. أين وزارة الداخلية؟ وهل سؤال بيتسأل، هم دلوقتي بيكون في ماتش بيعلنوا عن مسؤوليتهم عن حماية المباراة، بحيث أن هم دلوقتي لازم يسألوا، ولا هم بيتفرجوا؟ اللي أنا شايفه أن هم بيتفرجوا، زي ما الأستاذ حمدي كان بيتكلم دلوقتي بيقول الجيش اختفى. الجيش اختفى من زمان، يعني النهاردة ما فيش أمن في البلد خالص. بننزل ميدان التحرير مفيش عسكري جيش، مفيش عسكري شرطه، وبالتالي انت لازم تحمي نفسك. العصفور لما بتفتح له القفص ما بيطلعش على طول، بيستنى شويه لغايه ما يصدق انه يقدر يطير. فعمليه الامن دي الناس ما كانتش مصدقه ان مفيش امن. الفتره اللي فاتت دي فتره ال 15 20 يوم، لو رجعنا 3 اشهر لورا ما كانش معدل الجريمه بالطريقه دي. المراسل بيقول لك كان في، بيقول ان في جهه بتحاول ان تسأر من الالترس الاهلاوي لمشاركته في ثوره يناير. على فكره موضوع الشغب بتاع الالترس ده مش من ده، من ده واحنا في النظام البائد كان الالترس برضو بيعملوا مشاكل وبيضربوا بعض في ماتشات الهاندبول وبره النادي الاهلي ويكسروا عربيات بعض. فالالترس من زمان وهم يعني داخلين في هذا الموضوع. انما اين الامن؟ وزير الداخليه جالنا يسألوا ليه؟ يعني مين اللي عايز يسأل من الالترس؟ انا ما اعرفش اكتر منه، انا مش عارف مين اللي عايز يسأل. بس احنا جالنا وزير الداخليه امبارح في مجلس الشعب وقال لنا ان هو اول حاجه عملها من يوم 7 ديسمبر انه بيشتغل على رفع الروح المعنويه للناس دي كلها. اسمح لنا نطلع بورسعيد تاني معانا الدكتور حسن الاسناوي مدير مستشفى بورسعيد للوقوف على اخر التطورات. دكتور مساء الخير يا دكتور. مساء النور. اخر ارقام اللي عند حضرتك يا دكتور؟ هو طبعا الاعداد الوفيات في البلد كلها، لان طبعا حضرتك بيروح على اي مستشفى الوفيات وصل اجمالي ل 73 حاليا. والاصابات؟ الاصابات كله كان عندي في معظمهم في الاميري حوالي 50. طيب هل برضو اغلب الوفيات نتيجه التدافع ولا في اسباب اخرى للوفاه؟ لا لا، هي التدافع فيها كدمات. ما حضرتك احنا بنبص نلاقي كدمات، لكن ما فيش حاجه شرب، كلها كدمات يعني. هل في اي اثار لاستخدام اسلحه مثلا؟ لا لا خالص الحقيقه، خالص مفيش كلام من ده خالص. هل المستشفيات عندكم في بورسعيد مؤهله لاستقبال هذا الكم من الاعداد يا دكتور حسن؟
بتقول حضرتك يا زعم؟ هل المستشفيات عندكم في بورسعيد مؤهله لاستخدام؟ لا ما عنديش خالص. ما انا كنت حضرتك لما يعني كلموني حتى في طبيب النادي الاهلي ان عندهم اصابات ومشكله، خدت انا قوه الفريق الطبي وخدت معايا الدكتور امجد مطر ده استاذ مخ واعصاب، ورحنا طمنا على الاستاد كله. لا مفيش اي مشاكل خالص، مفيش اي حالات تحولت من بورسعيد تحتاج الناس تحول الى اي مستشفى ثانيه جامعه او غيره. هل في اصابات ما بين فريق النادي الاهلي او فريق النادي المصري؟ لا، اصابات خفيفه قوي الحقيقه بعض اللعيبه كده. مين ومين ومين؟ مش عايزين نقول اسامي دلوقتي يعني. اه طيب انا بشكرك وهنتواصل معاك. شكرا. استاذ محمد اسمح لي قبل ما اخد تعقيب من حضرتك في رد فعل سريع على دكتور محمد ساعة الكتاتني رئيس مجلس الشعب، ان غدا سوف يتم عمل جلسة طارئة الخميس في تمام الساعة 11 صباحا لمناقشة تداعيات اسباب حادث بورسعيد. وايضا اصدر النائب العام المحترم الدكتور عبد المجيد محمود قرارا بفتح تحقيق فوري وسريع وانتداب مجموعة من المحامين العموم ورؤساء النيابة للانتقال فورا لبورسعيد للتحقيق فيما جرى في الاستاد في مباراة الاهلي والمصري. تفتكر دكتور احمد بكره المجلس ممكن يعمل ايه في هذا الموضوع؟ هتعملوا ايه قبل ما اروح للاستاذ محمد نور؟ استدعاء وزير الداخليه عشان نعرف بالظبط ايه اللي بيحصل. يعني النهارده لما يموت 70 80 واحد ويمكن يبقى اكتر من كده، يعني لازم نعرف ايه الموقف الامني في البلد. بالتالي اول حاجه لازم نناقشها بكره ويوم الاثنين ويوم الثلاث ويوم الاربع موضوع الموقف الامني. النهارده كان في ناس بتتكلم في المجلس بتقول الامن قبل العيش، يعني النهارده الناس ما بقتش امن على نفسها. النهارده في اكتر من 8 حالات سرقات النهارده، كنت لسه بقولها دلوقتي قبل الفاصل، والاختطافات يعني. والحاجات دي كلها متهيألي لابد من استدعاء وزير الداخليه عشان يقول لنا ايه الخطه الامنيه قبل ما نتكلم في اي حاجه بقى، قبل ما نتكلم في الاقتصاد. يعني الامن قبل الاقتصاد، لازم نكلم الناس دي، لازم تبقى امنه في بيوتها، مش هتبقى بلد بالطريقه دي. بعدين كل حاجه برضو مساله اللهو الخفي والطرف الثالث ومش عارفين مين، زي بداناها من كنيسه القديسين ومش عارفين مين اللي ضرب ده، لازم نعرف نتيجه التحقيقات بقى مره يحصل تحقيق ونعرف مين الغلطان. استاذ محمد اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اولا لازم نحط في حاله التشويش اللي احنا فيها ديت، نرجع للاصول والحقائق. الحقيقه الاولى ان البلد تدار من قبل المجلس العسكري، وان الشعب المصري اوكل في الاستفتاء اداره البلد في الفتره الانتقاليه للمجلس العسكري. بغض النظر عن دخول في النوايا، فالمسؤول عن اداره هذه المرحله والمساءل عليها هو المجلس العسكري بشكل كامل. في الامر الثاني، في جزء متعلق بالفساد والفلول والكلام اللي بنقوله ده، في جزء متعلق حقيقي بعدم الكفاءه وعدم المهنيه في الاداره. يعني احنا مش عايزين، هو اختار اختيار، هو شاف ان جاله بلاغ ان هيتم استدراج الامن المركزي او استدراج القوات المسلحه في مواجهات تبدا يتم مهاجمه المجلس العسكري بها تاني، فكان الخيار اللطيف ان انا ايه انسحب بشكل كامل. طب الانسحاب بشكل كامل ده، ما انت سبت اللي عايز يلعب واللي عايز يفسد والمافيا الموجوده اللي قتلت المصريين في كنيسه القديسين وفي المبيدات المسرطنه واللي بتقتل المصريين من سنوات كثيره جدا، سبت لها الساحه تلعب. فليس الخيار ان انت تهرب من الحل، الخيار تواجه قدرك، تواجه مشكلتك، تحاول تحل المشكله. عفوا بس الاخر الاخبار، عقد مجلس اداره النادي الاهلي الان اجتماعا طارئا برئاسه حسن حمدي في مقر النادي بالجزيره من اجل مناقشه اخر التطورات التي تعرض فريق النادي وجماهيره في الاحداث الداميه. قام عدد كبير من اسر الجماهير التي تعرضت للوفاة في بورسعيد بالتوجه الى مقر النادي بالجزيره من اجل المطالبه بحق ذويهم الذين اصيبوا وتعرضوا للوفاة بسبب الاحداث الداميه التي وقعت عقب مباراه المصري والاهلي، وهتفوا ضد حسن حمدي وحملوه المسؤوليه عن الاعتداءات التي تعرضوا لها هناك. حاصرت الجماهير اعضاء مجلس الاداره واجبرتهم على البقاء محبوسين داخل مقر اجتماعات المجلس. هذا الكلام يحدث الان في النادي الاهلي. اتفضل يا استاذ. عشان ما تبقى تعفى من المسؤوليه او يعني تبيض صحتك، احنا محتاجين شفافيه. مش عايزين بقى ده ينضم تبع احداث مسبيرو. احنا عارفين ان انت بريء وان انت انسان ما عملتش حاجه، طب طلع لي بقى مين اللي عمل مسبيرو، مين اللي عمل محمد محمود ومجلس الوزراء، وانت وانا متاكد انك تعلم من فعل هذا. ده ومين اللي عمل النهارده؟ ومين اللي عمل النهارده؟ يعني ده هينضم لمسيره طويله، مسيره طويله حضرتك. فاحنا جزء من الحل هو القرار السياسي والاراده السياسيه في مواجهه المشكله بشكل حقيقي وعدم التهرب منها. مين اللي بيعمل ده؟ احنا عايزين نعرف مين اللي من مصلحته تعطيل البلد، مين مصلحته ان بدل ما نتكلم النهارده في مضمون الدستور القادم ومضمون الصلاحيات الرئاسه القادمه ان يتم التوقف، وبكره بدل ما مجلس الشعب ينشغل بمستقبل الامه ينشغل دلوقتي بتقصي حقائق في 50 او فوق الحاجه و70 قتيل مصري. فالنهارده هذا اسمه مذبحه استاد بورسعيد. صحيح. مش دي مذبحه زي مذبحه القلعه كده، فتم قتل 73 مصري
والامور برضو يتم بمعالجتها بنفس الطريقه هتبقى مشكله. فاحنا النهارده لا نعفي احد من مسؤوليته في جزء كبير من عدم الكفاءه او عدم المهنيه لازم يتعالج. احنا مش بنتكلم في فساد اخلاقي او فساد او رشوه او غيره، بنتكلم في فساد مهني موجود في قوات غير مدربه. هو انت لا اما تسحل الناس في الشوارع لا اما تنسحب بشكل كامل، ما ينفعش يبقى في تدخل مهني. معلش هقطعك للمره الثانيه عفوا للمقاطعه، لكن جات لنا تليفونات بيسالوا الاهلي فريق الاهلي او جماهير الاهلي عايزين يرجعوا القاهره يرجعوا ازاي. احب اقول لكم ان المهندس هاني حجاب رئيس هيئه السكه الحديد اصدر تعليماته فورا بتخصيص قطار لاعاده جماهير الاهلي من بورسعيد فورا. دلوقتي القطار ده هيكون او تم الدفع بهذا القطار للمساهمة في إعادة الجماهير، أظنه هيكون واصل دلوقتي أو موجود في بورسعيد للعودة مرة أخرى إلى القاهرة. القطار منتظر حاليا في محطة سكة بورسعيد لمن يريد من جماهير الأهلي العودة للقاهرة. في قطر موجود دلوقتي في محطة سكة حديد بورسعيد منتظر لتركبوا فيه وترجعوا إن شاء الله بإذن الله على القاهرة. اتفضل يا استاذ محمد. معلش احنا بنضطر نعمل ده عشان بس نتواصل مع الناس. بس أنا عايز أقول بحاجة مهمة جدا، احنا قمنا بثورة عظيمة جدا، والثورة دي قادت وضربت رأس الفساد وتأكد أن الفساد مازال يحارب في بقائه ويعلم أن كل يوم بنبني فيه مؤسسة من مؤسسات البلد تمثل خطر حقيقي عليه. إحنا مش عايزين نفقد الأمل مهما، ودي ضريبة النجاح وضريبة بناء مصر بشكل جديد، ودوت قطار شهداء يجب أن يستمر بشكل أو بآخر. دوت شهداء بيقدموا الوطن نتيجة الفساد اللي عشش في مصر أكثر من 60 سنة. احنا قدامنا إصابات لعيبة النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ والآخرين كترى دلوقتي قدامنا وهم بيغيروا لهم على الجروح بتاعتهم. فمش هينفع نبني بلدنا على جراحات قديمه او عفن قديم، يجب يحصل تطهير بشكل كامل، ويجب ان نكون عندنا الجراءه في مواجهه الاحداث الموجوده دي. فمش هينفع نبني البلد ونتكلم في دستور ورئاسه واحنا سايبين كل السوس بينخر في كل مكان في البلد. نحن نعلم ان كل وزاره يشكر فيها 10,000 شخص فاسد ومافيا كبيره من الفساد. ومواجهه الفساد دي تستدعي. طب حزب النور بكره موقفه ايه في البرلمان؟ هتعملوا ايه بكره؟ هتطالبوا بايه بكره؟ احنا عايزين معلومة يعني، احنا عايزين شجاعة. احنا لا نتهم احد بس اطلع لي بمعلومة، لكن الاحالة الى مجهول مرفوض. ان ما كنتش انت جهاز تجمع معلومة، ما مين اللي هيديني معلومة؟ المهندس شريف زهران، تعقيبك على الاحداث، احب اقول ان الوفيات وصلت الى 75 حتى الان. اتفضل يا شريف. في تعمد دلوقتي ان البلد ما توصلش لاي حالة من حالات الاستقرار، ان البلد تفضل في حالة ضبابية مش عارفين نعمل في ايه. يعني ايه اللي بيحصل في البلد؟ احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. طب نعمل ايه؟ طب رد فعلنا يبقى ايه؟ ال التوجه دلوقتي ان مصر ما تبقاش واضحة المعالم، لازم مصر تفضل في حالة ضبابية. ومجرد ما امبارح بدأت الدنيا تستقر وسهم البورصة طلع 2.5%، لا ما ينفعش، مصر لازم ايه؟ لازم تهوي ثانية. فده زي ما الدكتور احمد والاستاذ محمد كانوا بيتكلموا، دي حاجة مدبرة، لا يمكن تكون حاجة ولدت الصدفة. لأن حتى وإن كانت ولدت الصدفة، فين إدارة المخاطر؟ فين الشغل الوقائي لأن حاجة زي كده تحصل؟ وحتى بعد ما حصلت فين إدارة الأزمات؟ أي إدارة من دول سواء كانت إدارة مخاطر قبل ما تحصل أو إدارة أزمات لازم يبقى لها التوجه الإداري والنفسي والصحي والإعلامي عشان حتى الأزمة ما تتفاقمش. بدأت في بورسعيد، انا عارف ان في ماتشات في القاهره لازم ازود امن، مش هسيبه يولع في بورسعيد والقاهره والدنيا تولع بقى في كل حته. يعني احنا عندنا ماتش تاني في استاد تالت كان هيولع هو كمان. ايه اللي بيحصل بس ده؟ السؤال النهارده فين الامن؟ يعني النهارده فين الامن؟ يعني فين وزاره الداخليه؟ فين تامين المباريات؟ فين خطه التامين؟ انت بكره كنائب في البرلمان هتعمل ايه بكره في الجلسه الاستثنائيه اللي عقدها رئيس المجلس بكره لمناقشه تداعيات؟ انا بس عايز اتاكد اذا كان الدكتور سعد الكتاتني دعا وزير الداخليه ولا لا، لانه مش بس احنا هنعقد اجتماع، ده لازم نعقد اجتماع ويدعى فيه وزير الداخليه بدعوه من هيئه المكتب. بيتهيألي فاحنا في الحاله دي لازم ندعو كمان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه. ما ينفعش ان احنا نتكلم مع وزير الداخليه واللي معايا ورئيس الوزراء واللي معايا وزير الداخليه رئيس المجلس الاعلى او المجلس الاعلى للقوات المسلحه. لازم يتم استدعاء واحد من المجلس الاعلى للقوات المسلحه. وما فيش داعي بقى نلعب اللعبه بتاعت حسني مبارك ان كل ما يحصل مشكله حسني مبارك ملوش دعوه ونحاكم رئيس الوزراء. ما ينفعش بقى، احنا لازم يجوا الجماعه دول يتكلموا معانا ويقولوا لنا ايه هي الخطه الامنيه لمصر. من حقنا نعرف انسحاب الجيش بهذه الطريقه. ما فيش كان الجيش في كل حته، ما كانوا مأمنين الانتخابات وبعدين مره واحده انسحبوا تماما، وبعدين والشرطه مش جاهزه. فلازم يبقى يجوا البرلمان بصراحه يتكلموا معانا ويقولوا لنا بالظبط ايه اللي بيحصل
وزي ما قال الاستاذ محمد نور عايزين نعرف ايه اللي حصل، ايه نتيجه تحقيقات ماسبيرو وايه محمد محمود ومين قتل مين ومين الغلطان، ولو حد من الثوار غلطان ياخد جزاءه. والله كان في حرج من الظاهره دي لحد ما سعيد بس نشوف الاخبار ايه. معانا زميلنا الكاتب الصحفي الاستاذ مسعد الجوهري مدير مكتب صحيفه المساء بورسعيد. استاذ مسعد مساء الخير. استاذ مسعد بس في حاله فراغ امني فعلا ولا ايه اللي بيحصل؟ يعني احنا رجعنا لحاله فراغ امني ثاني. كان معانا دلوقتي الاستاذ حسين ابراهيم زعيم الاغلبيه في البرلمان، كان المفروض هيكون معانا النهارده لكن طبعا اجتماع طارئ في حزب الحريه والعداله منعه ان ياتي. استاذ حسين مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير يا زعيم. اولا يعني انت كزعيم الاغلبيه تحت قبه البرلمان كيف ترى ما يحدث الان سواء في استاد بورسعيد او في استاد القاهره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البدايه تعزينا لاهل الضحايا اللي كلنا حاسين وكلنا اهلهم. احنا شايفين في ايد بتلعب، في شعب بيعاقب، في شعب بيعاقب ان هو انتخب انتخابات حره. البعض دلوقتي عشان مجلس الشعب بيطالب بقوه بالغاء الطوارئ، هل دي نتيجه لان البرلمان بيطالب بالغاء الطوارئ؟ احنا رئيس المجلس الدكتور الكتاتني دعا كل المجلس لجلسه طارئه بكره الساعه 11، واتصور هيسمعوا من مجلس الشعب، مجلس الشعب هيعبر تعبير حقيقي عن نبض الشعب المصري. اللي بيتصور ان هو يتلاعب بالدم المصري بنقول له واهن، واللي بيتصور انه يلعب تلك الالعاب ديت بنقول له خد العظم الحصن مبارك. احنا كمجلس الشعب بكره ان شاء الله الشعب المصري هيرى البرلمان بتاعه ازاي يتصرف في هذه القضيه الداخليه بكره مطلوبه ومستدعيه، ولابد انها تجيب الاجابات اللي الشعب المصري كله بيسالها. فين مدير الامن؟ فين الامن المركزي اللي واقف وقاعد يتفرج؟ لو كانوا بيتصوروا ان هم بيعاقبونا عشان بنطالب بالغاء الطوارئ. سؤال مهم جدا هسأله. سؤال يا فندم، هل بكره هتستدعوا وزير الداخليه واي حد يمثل المجلس العسكري؟ الاستدعاء بكره انا اعرفه استدعاء لوزير الداخليه، انا مش عارف الدكتور الكتاتني طالب استدعاء لمين، لكن هو بطبيعه الحال وزير الداخليه بكره موجود لنا. هل سوف يتم استدعاء مدير امن بورسعيد؟ الوزير يجب كله. انا بقى السياسيه ليه عليه، هو يجيب اللي يجيبه، لكن انا بجيب الراس الكبيره اللي موجوده في الوزاره. هل ممكن يصل الامر غدا الى سحب الثقه من السيد وزير الداخليه؟ يعني هو طبقا للائحه هو سحب الثقه بيكون بعد استجواب. لكن اتصور الشعب سحب الثقه. انت ترى ان الشعب المصري سحب الثقه من وزير الداخليه بعد هذه الاحداث؟ اتصور ذلك يعني. طيب ايه المنتظر تاني بكره؟ يعني انتوا عاملين اجتماع دلوقتي في حزب الحريه والعداله، ايه موقفكم من هذه الاحداث؟ احنا الامر كله بيتدارس طبعا، الكل شايف دلوقتي ايد خفيه ودي اللي مطلوب الحكومه تطالب عنها، وتصور كان لجنه تقصي الحقائق دور كبير للمجلس شكلها عشان يشوفوا الطرف الخفي اللي دايما بيكون موجود في القضايا اللي زي دي. وتصور لجنه تقصي الحقائق اللي كان مفترض بكره اول اجتماع لها لما تجتمع اتصور من ضمن مهمها تشوف لنا الطرف الخفي اللي بيعبث هذا العبث في مصر منذ فتره طويله. هل هناك نيه ايضا لاحاله هذا الموضوع ما جرى اليوم الى لجنه اخرى لتقصي الحقائق، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط سياده النائب؟ كل الخيارات مفتوحه، وانا عايز اقول البرلمان في مجموعه الكل متحمس والكل عنده حماس انه يحفظ امن مصر، كل الخيارات مفتوحه امام البرلمان وملناش سقف بالمناسبه. انا بشكرك جدا وان شاء الله يكون لنا لقاء اخر مكان اللقاء الذي تم تاجيله اليوم لظروف اجتماعاتك. انا عايز اقول لحضرتك بس ان بكره اختبار حقيقي للبرلمان، هل هو فعلا ليه صلاحيات في مراقبه السلطه التنفيذيه ولا لا؟ ده بكره اختبار حقيقي للبرلمان المصري الجديد، برلمان الثوره. فالنهارده اذا كان في حساسيه من نشر بعض المعلومات على الناس، مفيش حساسيه ان انت تنشرها على الشعب بكره في برلمان الشعب نفسه. اعمل جلسه مغلقه وفهم الناس اللي بيحصل، لو انت لو عندك حساسيه من تدخل اطراف خارجيه او داخليه وخايف تحكيها على المعلومات دي للناس، احكيها بكره لنواب الشعب واحنا هنصدق نوابنا. احنا هنصدق ان هو بيقول. معلش نروح بورسعيد تاني. معانا الاستاذ الزميل مسعد الجوهري مدير مكتب صحيفه المساء في من بورسعيد. استاذ مسعد ايه الاخبار عندك؟ اخر الاخبار. استاذ مسعد معانا على الخط؟ استاذ مسعد ايه اخر الاخبار عندك في بورسعيد؟ الاخبار في بورسعيد لا تسر. قولها لنا ايه اخر الاخبار؟ احنا عارفين انها لا تسر، ايه اخر الاخبار؟ احنا عندنا لغاية دلوقتي 73 حالة وفاة، منهم اثنين من جنود الشرطة. معظم الوفيات من مشجعي الاهلي. وفي حوالي 156 اصابة. الجديد بقى ان في طيارتين
سيصلوا الى مطار بورسعيد يعني خلال دقائق، لذا طيارتين سي 130 اللي هي حاملات الجنود دي علشان تنقل المتوفين الى القاهرة لأسرهم. الحقيقة الشؤون الصحية فتحت جميع المستشفيات الحكومية وان المحافظ عمل اتصالات وفتحوا المستشفى العسكري باستقبال الحالات. لم يتأكد على الاطلاق ان في طلق ناري واحد اصاب اي حد، لكن كلها كانت نتيجة التزاحم وكانت نتيجة السقوط على الارض ويعني الحاجات اللي زي كده. انما في طلق لا، لما ما يعيب العملية كلها ان الامن يبدو ان ما كانش جاهز، مش يبدو، مؤكد ما كانش جاهز، لان عدد الجنود اللي كانوا موجودين في الملعب ما يبقاش هذا العدد او هذا الكم الهائل من المشجعين سواء من البورسعيدية او الاهلوية. ويبقى الاهل المفروض الامن يكون في حالة استنفار، لكن للأسف الشديد الأمن كان وجوده رمزي وهو ده. طب تقديرك أنت ليه؟ يعني احنا لفت نظرنا يعني على مدار المباراة كلها الجمهور نزل أكتر من مرة، الأمن كان واقف على الحياد، وأنت بتقولي دلوقتي كمان كان وجوده رمزي، ليه ده كله؟ إيه الأسباب في تقديرك؟ ما أنا الحقيقة مش عارف، وبعدين أنا عمري ما شفت مباراة بين المصري والأهلي، ودي معروفة أنها مباريات حادة جدا وسخنة جدا. فيها هذا العدد الضئيل جدا من جنود الشرطة. فعايز اقول كمان حاجة، ان محافظة الاسماعيلية ومحافظة دمياط ارسلوا سيارات اسعاف دعم لقوات الاسعاف اللي موجودة في بورسعيد، يعني هم كانوا دافعين ب 19 سيارة اسعاف، دمياط بعتت 10 والاسماعيلية بعتت 10 للمشتركة في اخلاء الجرحى. وطبعا المحافظ قفل تليفونه ما بيردش على حد، مدير الامن ما فيش حكايه، انا اتصلت بالمحافظ اكثر من مره ما بيردش. مدير الامن لسه بقاله 3 ايام جاي، يعني الراجل يمكن مش دارس جغرافيه البلد، مش دارس نفسيه الناس، مش عارف الحقيقه. وهو ده كان احد الاسباب الرئيسيه في اللي حدث اليوم. طيب القوات المسلحه كان موقفها ايه؟ يعني كان في مداخله من شويه حد بيقول الجيش ما كانش موجود في اثناء المباراه ايضا. الجيش ما كانش موجود، بس بدا دلوقتي يتحرك تجاه، مش دلوقتي يعني، بدا بعد اللي حصل انه يتحرك تجاه المراكز الحيويه. برضه لنا زميل عضو مجلس الشعب قال انه ان شاء الله بكره هو والبدر فرغلي هيقدموا طلب احاطه لوزير الداخليه او سؤال عما حدث. اللي حدث ده دي مش مباراه، دي معركه، ومعركه مع عدو. لما يصل العدد القتلى لغايه 73 منهم 2 من جنود الشرطه يبقى كتير. صحيح. بشكر جدا الزميل الاستاذ مسعد الجوهري مدير مكتب صحيفه النساء من بورسعيد. دكتور الكلام اللي بيتقال النهارده او يمكن بيخلي فيه اولويات، احنا كنا عايزين نتكلم في لقائنا عن الدستور اولا ام رئيس الجمهوريه اولا، هو ده احنا بنلوز فوكس، احنا بنفقد تركيز البلد. فاحنا النهارده شايف النهارده الاولويات ايه يا دكتور عشان نقدر نصل الى بر الامان اللي احنا بقالنا سنه عايزين نوصل له وكل ما نقرب منه بيبعد عننا؟ لازم يكون في مصارحه باللي بيحصل، يعني لازم الاستجواب بتاع بكره ده زي ما قلت لحضرتك ان احنا ما نكتفيش ابدا في المجلس بوزير الداخليه، لازم يجي حد من المجلس العسكري ويشرح لنا زي ما قلت حضرتك من شويه منظومه الامن ماشيه ازاي في البلد. الاختفاء اللي حصل ما نقدرش ننكر ان 3 اسابيع اللي فاتوا نسبه الجريمه زادت جدا. في حاجه حصلت، يعني احنا من 3 اشهر ما كناش بنتكلم على الجريمه بهذا الاسلوب. صحيح. ففي حاجه حصلت في الثلاث يعني، وزي ما قلنا من شويه لازم نعرف ايه نتيجه التحقيقات اللي بتحصل دي. احنا كل مره نعمل تحقيق ما نعرفش ايه ماسبيرو محمد محمود مين ضرب مين، الحاجات دي كلها لازم تظهر. طب تفتكر يا دكتور احمد، تفتكر ان بعد هذه الاحداث
ممكن جدا نرجع حالة الطوارئ مرة تانية، خصوصا أن السيد وزير الداخلية امبارح في البرلمان كان يطالب بعودة حالة الطوارئ أو تنفيذ حالة الطوارئ مرة أخرى. حالة الطوارئ ما تشالتش إطلاقا، هو كل اللي عمله إنه غير حالات الطوارئ. يعني كانت قبل كده على الإرهاب وتمويله، وكانت قبل كده على المخدرات والاتجار فيها، ثم دلوقتي غير الحاجات دي وقال على البلطجية. افتح قوس بقى وقول البلطجية وكلمني على البلطجية. فاحنا ما شلناش حالة الطوارئ يعني بدون استثناءات، وكنا هنطالب النهاردة في المجلس، بس ما جدول الأعمال ما كانش فيه حالة الطوارئ، واحنا كنا محضرين كلام عشان نتكلم في حالة الطوارئ، ولا كان بيتكلم يقول حالة الطوارئ كان بيقولوا له النهاردة الشهداء، فكنا عاملين حسابنا ان احنا يوم الاثنين نتكلم في حالة الطوارئ. فالنهارده طبعا يعني ما لازم الموضوع يختلف. انت لو خيرت الشعب ده دلوقتي قلت له نرفع حاله الطوارئ هيقول لك لا. كل حاجه متخيل اثر ده على المواطن النهارده، صحيح. اثر ده على واحد هينزل ابنه يروح المدرسه بكره، صحيح. اثر ده على 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 ولادي بناتي مراتي. مش ممكن ان اللي بيحصل النهارده ده شيء مش طبيعي، ولازم نوصل فيه الحل. لازم نعرف، لازم لاول مره في حياتنا بقى في تاريخنا نعرف مين اللي غلطان، مين اللي غلطان، تعرف مين اللي غلطان. طب اسمحوا لي هنطلع فاصل ونعود نستكمل الحوار. فاصل ونعود. انت عشان تعرف حتى الان 1000 مصاب و75 قتيل جراء مباراه كره القدم بين الاهلي والمصري. كارثه قوميه بكل ما تعني كلمه كارثه. ماتش كوره تحول الى حرب، حرب مره واحده يسقط خلالها 75 مصاب و1000 مصاب و75 قتيل. احنا كده عدينا. فين السيد محافظ بورسعيد؟ فين السيد مدير امن بورسعيد؟ منتظرين يعملوا ايه؟ من هنا فورا يجب ان يكون لرئيس الحكومه ورئيس المجلس العسكري قرار حاسم وسريع باقاله محافظ بورسعيد واقاله مدير امن بورسعيد. هؤلاء مسؤولين سياسيا عن هذه الجريمه البشعه التي ارتكبت اليوم في داخل استاد بورسعيد. نحن في انتظار هذا القرار، لكن قبل قرار الاقاله التحقيق لمعرفه من الجاني في هذه القضيه الكارثيه التي ازهقت ارواح 75 شاب مصري لا حول لهم ولا قوه ولا لاسرهم ليهم الذنب غير هم رايحين يحضروا ماتش كوره. مسؤوليه مدير الامن انه يحميهم، مسؤوليه المحافظ انه يحميهم، ولازم الاثنين يسالوا ولازم يقالوا ولازم يعرف مين المسؤول. وده دوركم. سؤال يا استاذ عمرو، احنا دلوقتي بنقول التحقيق، مين هيقوم بالتحقيق؟ مين هيقوم؟ نفس اللي بيحاول في الاحداث السابقه. شايفين قدامنا صور الاهالي الان امام النادي الاهلي دلوقتي قدامنا حالا وهم محتشرين عند النادي الاهلي. ده نفس القضيه اللي كنا بنتكلم فيها. هيتم الهائنا ثاني دستور اولا ولا رئاسه اولا؟ الاهم من الدستور والاهم من الرئاسه حضرتك المضمون. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول دوله العدل قائمه ولو كانت كافره، ودوله الظلم زائله ولو كانت مسلمه. العدل يقيمه قضاء مستقل. فاتنا يوم 11 فبراير يوم التنحي المطالبه باستقلال القضاء استقلال تام، واستقلال جهات التحقيق استقلال تام. نحن ليس لدينا جهة تحقق ونثق في تحقيقها وتخرج إلى الناس بنتيجة تحقيق يحترمها الشعب. فأنا بقول معركة البرلمان المصري ليست معركة دستور أولا ولا رئاسة أولا، هو قضاء مستقل. بكرة يقرر قانون قضاء مستقل، وبكرة يكون نضمن يكون في قضاء نزيه وقادر على التحقيق بجهات تحقيق مستقلة. ده الحل الوحيد. لكن هنستمر في هذا المسلسل لن نصل إلى شيء. لما نختلف من الذي سيحكم بنا الا وجود قضاء مستقل؟ لماذا يتم استغفالنا والتكتيم والتعتيم على هذه القضيه؟ كل ما تظهر قضيه القضاء المستقل كل ما يتم اخفاءها مره اخرى. البلاد الدوله الحديثه تقوم على ثلاث سلطات: القضاء، السلطه القضائيه، والسلطه التشريعيه، والسلطه التنفيذيه. لدينا الان بدايه سلطه تشريعيه، ولدينا سلطه تنفيذيه كلنا يعلم انها خاربه وانها يعني عاشت في عصور من الفساد. الان أين دور القضاء المستقل؟ السلطة القضائية، أين السلطة القضائية المستقلة؟ لن تقوم لدولة مصر الحديثة مقام بدون سلطة قضائية مستقلة قبل الدستور. طيب دكتور أحمد، النهاردة وبعد هذه المواقف ألا نحتاج بسرعة إلى فكرة أن يكون هناك رئيس منتخب يحكم البلاد؟ طالما السلطة القائمة حاليا لم تثبت جدارتها أو نجاحها في إدارة شؤون البلاد، في حالة فراغ أمني، في حالة فراغ سياسي. سؤال كويس، بس لازم نرجع لحضرتك قلته من شوية. نقيل محافظ بورسعيد أو مدير أمن بورسعيد. طب لو إحنا النهاردة دخلنا البرلمان بكرة وأنا بقى أطالب إن الجلسة دي ما تبقاش متزعل هوا، يعني ليه؟ أنا لأن عشان يعني نتناول فيها كل الأحداث ما
مفيش عشان ما حدش يقوم يتكلم علشان يعمل شو زي ما بيحصل دلوقتي ويقعد يزعق ويصرخ زي ما عملنا على موضوع الشهداء وما طلعناش قرار او قانون يعني حتى الان. انما الفكره في حد ذاتها ان لو انا طلعت بكره بعد الجلسه دي وقررت اقاله وزير الداخليه واقاله مدير امن بورسعيد واقاله محافظ بورسعيد ويعني الشعب هيبقى مبسوط؟ هو ده السؤال يعني. انا هعمل الكلام اللي حضرتك قلت عليه. طب ايه الحل في تقديرك؟ مش في مسؤوليه سياسيه عما جرى؟ لازم في مسؤوليه تضامنيه، لازم القائم في مدير امن لازم يحاسب عما جرى، لازم في محافظ يحاسب، لازم القائم بفرض شؤون الدوله اللي هو المجلس العسكري اللي هو زي ما كان حسني مبارك كان رئيس جمهوريه كان الدولار يطلع يوصل 7.5 جنيه يشيل رئيس الوزاره، انما ما فيش صحفي كان بيقدر يقعد قدامه ويقول له الدولار بقى كده ليه او الاقتصاد بقى كده ليه. هو منتخب لكن هو ما بيتكلمش. لا يسأل. فالنهارده لا يسأل بالظبط. فاحنا مش عايزين من يسأل يا دكتور؟ لازم المجلس العسكري يجي بكره ويتكلم ويقول منظومه الامن في البلد شكلها ايه؟ لماذا الانسحاب الامني؟ احنا بنتكلم ان في الثلاث اسابيع اللي فاتت حصل ان الجيش انسحب، الشرطه مع عدم تغطيه من الشرطه. فلازم الكلام ده نعرفه ونفهم ايه اللي بيحصل، والا نبقى بنعيد الكره ثاني، هنقعد نشيل المحافظ وهنشيل مدير الامن ما نشيله. لو انا بسال سؤال دلوقتي، لو طلع مجلس الشعب بكره للشارع المصري وقال لهم شلنا المحافظ، سواء الجلسه متذاعه على الهواء او مش متذاعه على الهواء، هينبسطوا من مجلس الشعب؟ ما احنا لازم نعمل حاجه. مش ده العلاج، مش ده العلاج ولا بص حضرتك دلوقتي في قانون اداري. طب ناخد راي الاستاذ الوان شايفه. لازم يتحاسب كل من تحمل المسؤوليه من اول القائد الميداني في الامن في تامين الماتش لحد اعلى مسؤوليه في البلد. 1000 مصاب و75 قتيل، دي ارواح. بقولها تاني زي ما قلتها للمشير في وشه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. اي حد من اول قائد ميداني في الماتش لحد اعلى سلطه في البلد مسؤول مسؤوليه مباشره، مش غير مباشره، مسؤول مسؤوليه مباشره عن اللي بيحصل ده. احنا رجعنا لانفلات امني تاني ولا ايه اللي بيحصل؟ بكره لازم وزير الداخليه ورئيس الوزراء ومندوب عن المجلس العسكري زي ما جه المجلس الاستشاري يوم اول يوم في احداث مجلس في احداث مجلس الوزراء يجي مجلس الشعب بكره اذا كان عندهم كلام عايزين يقولوه. طب انت 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 عضو في مجلس الاستشاري صحيح، هتعملوا ايه؟ هل المجلس هينعقد هو ايضا يطالب بشيء؟ هل انتوا طالبتوا المجلس العسكري بالتعجيل او التبكير بتسليم السلطه في ضوء هذا الفراغ السياسي الموجود حاليا والفراغ الامني؟ انتوا عليكم دور برضه. انا بكلمك بقى مش أيوة. عضو مجلس الشعب بصفتك عضو مجلس استشاري. كل المقترحات اللي كانت بتسبب في حاله الاحتقان اللي فاتت تم صياغتها في مقترح متكامل من كل النواحي السياسيه واللي على ارض الواقع ورفعها في مقترح للمجلس الاعلى للقوات المسلحه اول امبارح الصبح. احنا عملنا اجتماع يوم الاثنين بالليل، يوم الثلاث الصبح كان لدرجه ان احنا ضغطنا وخلصنا يوم الاثنين عشان نلاقي ان لازم يبقى في سرعه رد فعل. بس انا عايز انبه اداره شؤون البلاد فيها ازمه ولابد من سرعه رد فعل، لان اكبر عيب في اداره شؤون البلاد كانت عدم اداره الازمات وبطء شديد في رد الفعل. ما ينفعش، ده دم. وبعدين يعني المصري كرامه المصري ودم المصري بقى رخيص للدرجه دي؟ ما هو الدم بيسال بقاله سنه. عرفنا حاجة عن اللي قتلوه؟ عرفنا حاجة عن اللي قتلوهم؟ سنة كاملة الدم بيسال في شوارع القاهرة والمحافظات. والجاني ما زال غائبا وخافيا. اسمح لي اروح بورسعيد، حسبنا الله ونعم الوكيل. اروح لبورسعيد الاستاذ محمد فرج الزميل الكاتب الصحفي مراسل صحيفة اليوم السابع. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ايه اخر الاخبار عند حضرتك في بورسعيد؟ والله اخر الاخبار دلوقتي وصل القتلى ل 73 ايوه قتيل و 1000 مصاب. وسط احداث داميه لم تشهدها او لم يشهدها المستطيل الاخضر، وسط انفلات امني يعني غير معهود. طب في اي رد فعل تجاه المسؤولين عن الاحداث يا استاذ محمد؟ نعم. في اي رد فعل تجاه المسؤولين عن الاحداث؟ هو غضب تجاه الانفلات الامني. لان اللي وصل الموضوع ده كده هو الامن. لان جماهير النادي الاهلي اللي هم بيسموهم التراس الاهلي والتراس المصري هم احد الاسباب الرئيسيه وسط الانفلات الامني ان يوصل الحال زي ما حضرتك عارف 73 قتيل و1000 مصاب. المصابين او القتلى ما بين كسور في الجمجمه ونزيف المخ
وطلقات نارية بين الفخذين من الشماريخ. طلقات نارية؟ انا اول مره اسمع في طلقات ناريه. انا كل الكلام المعلومات اللي جايه لي من بورسعيد انه كله نتيجه اختناقات. هل في ضرب نار حصل هناك في بورسعيد؟ شماريخ اللي هو الشماريخ. شماريخ تفرق. الامن كان بيضرب من خلال السلاح الالي, بيضرب يعني بعض الاعيره الناريه في الهواء لتفريق المتظاهرين, وده ما كانش في حد ذاته يعني حل. اللي حصل هو الامن كان مسلح باعيره ناريه يا استاذ محمد. نعم الامن كان مسلح. سؤالي واضح, الامن كان مسلح باسلحة نارية بطلقات؟ كان موجود مع اسلحة وكان واقف اعزل, كان موجود والجنود بتاع الامن المركزي كانوا موجودين واقفين ما عملوش اي حاجة. كانوا بيشوفوا الجماهير تطلع تجري على المدرجات, وده يحدف بالكراسي وده يضرب الشماريخ. مأساة 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 مأساة. يعني النهارده اللي بتشوفه بورسعيد دي مأساة. طب المحافظ موقفه ايه؟ هل في اخبار عن المحافظ؟ المحافظ مفيش اي حاجه اخبار, غير ان هو ادى تعليمات للمستشفى العسكري بورسعيد ان هي تفتح بابها لاستقبال المصابين. وهنا عندنا في بورسعيد المستشفى بورسعيد العام خدت قتلى وتم توزيع القتلى يعني بين المشرحه بتاعه بورسعيد العام وبين مستشفى المبرر الخاص او التابع للتامين الصحي ومستشفى الزهور. وما زالت سيارات الاسعاف بتنقل المصابين. طب الوضع الامني ايه في بورسعيد نفسه؟ الشوارع عامله ايه؟ هل في تامين؟ هل في داخليه في الشوارع؟ هل في قوات جيش؟ اشرح لي كده الوضع ايه؟ والله حاليا يعني حاله يخيم نوع من الحزن كده التي لم تشهدها المدينه من قبل. مأساه يعني المدينه قافله. شوف حضرتك الساعه كام؟ البلد كلها قافلة حزينة, كلها واقفة قدام مستشفى مساعد العام وقدام المستشفيات حزينة لأن ما شافتش مظهر مأساوي زي النهاردة. مأساة. أنا بصراحة مش عارف أقول إيه, لأن اللي يشوف غير اللي يقول. صحيح. أنا بنقل لسعادتك الصورة من واقع الحقيقة. أنا كنت بكي وأنا شايف شباب برمي في الأرض, كنت بشيل عشان أنقذه وأديه الأسعاف, اللي رجليه مكسوره واللي صدره ما عنده حالات اختناق. مأساة حقيقي. شكرك يا استاذ محمد. استاذ محمد فرج مراسل اليوم السابع بورسعيد. لحد امتى بجد؟ لحد امتى هيفضل ملناش تمن؟ لحد امتى هيفضل دمنا رخيص للدرجه دي؟ لحد امتى بلدنا هيفضل ما فيهاش عدل؟ انا مش عارف بجد. وبعدين والله النهارده انتوا عليكم دور كبير, انتم كاعضاء برلمان عليكم دور كبير. غدا في جلسه البرلمان يعني دماء هؤلاء القتلى يعني تناديكم. اصل اللي حصل برضو كبير قوي يعني. ممكن كان يحصل في ماتش كوره ان مدرج يقع وينهار والناس تموت ونقول ده قدر صحيح او اهمال, ولكن ان المصريين وصلنا لمرحله ان المصريين يقتلوا مصريين. يعني وصلنا ان في 80 واحد مات و1000 واحد عايشين في المستشفيات, واهالي الشهداء اهالي القتلى دول النهارده يعني ذنبهم ايه؟ يعني دي مصيبه بكل المعاني. ان احنا بقينا وصلنا ان احنا بنقتل بعض. هي المسؤوليه بقت كبيره جدا. والحقيقه زي ما قلت لحضرتك من شويه ادينا هنخش البرلمان بكره نتكلم ونشوف, بس يعني ما افتكرش يعني اعتقد ان هذا البرلمان عليه مسؤوليه كبيره وانا جزء من هذا البرلمان, وما افتكرش ان احنا هنسعد الشعب بان احنا نقول هنشيل وزير. في حاجه كبيره لازم تحصل. في حاجه كبيره. ليه ايه تقديرك يا دكتور؟ يعني ان احنا نراجع نفسينا بقى ون مسؤوليه تضمنيه الحكومه كلها. الحكومه كلها والمجلس الاعلى القائم على اداره شؤون البلاد, منظومه البلد. لازم يقول هو رايح فين وايه هي مسؤوليته, ويعني وهنفكر في المستقبل ازاي. دي مصر برضو يعني. انا والله ما عارف اقول ايه. انا يعني لو عندي حاجه يعني, بس لازم حاجه كبيره تتعمل بكره ان شاء الله. بس انا عندي بس تعليق ان احنا في حاجتين بس هسالك سؤال قبل التعليق. الى اي مدى يتحمل المجلس العسكري مسؤوليه ما جرى اليوم؟ ده تعليقي بقول لحضرتك. دلوقتي في قاعده اداريه بتقول الصلاحيات تفوض والمسؤوليات لا تفوض. ده اجابه سؤالك. النهارده انت لما انا بادير هذا البلد بعت الصلاحيات لوزير او بعت الصلاحيات لمحافظ او مدير امن, دي صلاحيات تفوض, لكن مسؤوليتي عن اداره الحدث واداره الدوله كلها في الفتره الانتقاليه انا المسؤول. فمن الخطأ توجيه المسؤولية لوزير أو مدير أمن
لان هو معه صلاحيات للاداره لكن المسؤول الاول والاخير هو المسؤول الكامل عن الاداره. الامر الثاني مش الحل ان يطلع المجلس العسكري وينسحب بكره ويقول انا ماشي لا شكرا لا مش صح. نتحاسب والله احسنت شكرا ما احسنتش نتحاسب. الامر الاهم من كده مش علاج شيل الدوت وسلم لرئيس او لغيره لا في النهايه الرئيس هو جزء من الجهاز التنفيذي للدوله. المجلس العسكري جزء من الجهاز التنفيذي للدوله وزاره الدفاع جزء من الجهاز التنفيذي للدوله. نرجع تاني يجب ان يكون لدينا ثلاث سلطات مستقله ومتوازنه جهاز قضائي مستقل جهاز تنفيذي مستقل جهاز تشريعي مستقل. طول ما احنا عمالين نلعب في دائره التنفيذي بس ونظن ان الحل ان يجي رئيس او ما يجيش احنا بنلعب في دائره الدائره التنفيذيه عشان نحكمه رقابنا تاني. ما هنجيب رئيس بنفس الوضع يتحكم في رقابنا. بدون قضاء عادل مستقل وقادر لن تمشي مصر الى الامام. بدون قضاء عادل وقادر لن نمضي. احنا بنسال بدون نحقق. طب مين هيحقق؟ من نثق فيه نضع في مصر ونقول له حقق لنا في الحادثه ديت؟ ما احنا عايزين نعرف الحقيقه لن نعرفها بدون قضاء مستقل. فاحنا بنتكلم في المساحه والمربع الخطا. المربع الصحيح ان تتكلم يا عمرو اتكلم انا وكل يتكلم بكره لماذا لا يوجد قضاء مصر مستقل؟ ليه من 11 فبراير الان؟ ما انت اصدرت قانون الازهر في 5 ايام، اصدرت قانون الرئاسه في 5 ايام، ليه التاخير في اصدار قانون استقلال القضاء المصري؟ عشان مصر بقى عندها 3 اعمده تمشي بيهم، سلطه تنفيذيه وقضائيه وتشريعيه. اذا علامه الاستفهام الكبرى هي القضاء المصري الحر والنزيه. بدون قضاء مصري حر ونزيه مش هو اللي اشرف على الانتخابات يا استاذ محمد. اذا يبقى عندنا قدره على ايجاد قضاء مستقل. يبقى نترك القضاء يبقى بالانتخاب ونبدا في اجراءات القضاء المستقل. ايه اللي مأخرنا فيه؟ يبقى احنا عندنا قضاء. يبقى عندنا النهارده بريطانيا لا تملك دستور مكتوب لكن تفتخر على العالم بقضائها النزيه. لكن نفس السؤال هسأله حضرتك، الى اي مدى يتحمل المجلس العسكري مسؤوليه ما جرى اليوم باعتبار انه هو الحاكم الفاعل للبلاد؟ يتحمل مسؤوليه، ما هو قائم على اداره شؤون البلاد. هو المسؤول. واضح ان بعد احداث محمد محمود وبعد الهجوم اللي حصل المجلس العسكري انسحب كامن، الجيش انسحب. احنا النهارده نزلنا في 25 يناير 3 مليون واحد كانوا ماشيين في الشوارع، ما كانش في عسكري شرطه ولا عسكري جيش، بصرف ربنا سترها الحمد لله ما حصلش اي حاجه. بس ما ينفعش كده، فالمجلس العسكري لابد من ان يسال عما يحدث. انا زي ما قلت لحضرتك المنظومه الامنيه لازم يجي يقول لنا مين الامام، واذا ما كانش هو قادر يتحمل المسؤوليه يجي حد تاني. بس لازم حد يجي يقول انا مسؤول عن البلد دي، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وبعدين ما ينفعش زي ما بقول لحضرتك ان احنا نطلع ان نقيل محافظ ولا مدير امن وحتى وزير الداخليه. الاخ المراسل اللي كان بيكلم حضرتك دلوقتي بيقول لك الامن كان بصوره رمزيه. يعني ايه؟ ما هو يسال على هذا، يبقى هو المفروض يحاسب. الناس نازله وما تقوليش ان الامن ما كانش شايف الاحتقان الموجود. النادي الاهلي، النادي الاهلي اتغلب النهارده 3-1. يعني المفروض ان النادي الاهلي كان يروح النهارده زعلان والمصري كان بيبقى بيحتفل. فالقتل ده عمد. يعني القتل ده عمد. دي ناس داخله نتيجه الماتش. سبحان الله، نتيجه الماتش هي اللي كشفت كشفت المؤامره. عارف لو كان المصري اتغلب، لو كان المصري اتغلب مبرره كنا قلنا اه دول زعلوا انما ازاي بس؟ لا، في نقطه ثانيه. احنا النهارده احنا مصدقين المجلس العسكري بس يقول لنا الاجابه، مصدقينه وبنثق فيه يدينا اجابه، لكن يتركنا للوهم والظنون. يبقى هو الشريف نظريه اللهو الخفي، النظريه القائمه المستمره اللي احنا عايشين فيها دي، القاتل الغير معروف المجهول، يعني الى متى يعني؟ انا بضم صوتي لصوت الاستاذ محمد ان على الرغم ان الموضوع نتيجته مش هتبان دلوقتي لكن استقلال القضاء حل استراتيجي. عايز اكد على قاعده معانا على التليفون ان اداره الازمه طيب. إدارة طيب. الأزمة لا تتعارض مع الخطط الاستراتيجية. طيب معانا سيادة اللواء إسماعيل عثمان مساعد رئيس أركان القوات المسلحة، أهلا بيك يا فندم. يا أهلا وسهلا أستاذ عمرو، إزيك؟ الله يخليك يا فندم. أنتوا طلعتوا إيه يا فندم، طيارتين حتى الآن إلى بورسعيد؟ آه إحنا طلعنا طيارتين، وصلوا بورسعيد دلوقتي من شوية، والطيارة الأولى هيجي عليها بعض المصابين وبعض الجمهور والمسؤولين تقريبا يعني. وفي الطيارة الثانية هيجي عليها المتوفين. دي الطيارتين، وفي طيارة ثالثة جاهزة لو في حالة طلبها موجودة. الحاجة الثانية إن إحنا بعتنا مجموعة من الأتوبيسات والميكروباصات حوالي 18 وحدة نقل موجودة في بورسعيد دلوقتي بتنقل الناس. الحاجة الأهم إن إحنا بعتنا عربيات مدرعة تاخد بعض اللعيبة وبعض المسؤولين وبعض الجمهور من استاد بورسعيد ونقله للمطار
علشان نأمنهم أثناء عملية الخروج. الحاجة الأهم إن احنا برضو عاملين على طريق الإسماعيلية مجموعة تأمين علشان تمنع الجمهور أو الألطس اللي عايز يطلع بورسعيد عشان ما تبقاش فيه أي مجزرة هناك ولا أي حاجة يعني. فدي نقطة مهمة. في بعض الدوريات برضو موجودة لنقلل موضوع الشغب والتحركات الموجودة في داخل بورسعيد. المستشفى بورسعيد العسكري استقبلت 24 جثة واستقبلت 34 حالة إصابة بتعالجهم دلوقتي. في عناصر طبية موجودة من الإسماعيلية دلوقتي اتحركت من مستشفى الإسماعيلية علشان تقوم بأعمال المعاونة وتضميد الجراح للمصابين. سيادة اللواء ليه عملية التأمين يعني معروف دايما ماتش الأهلي ومصر فيه مشاكل، ليه عملية التأمين كانت غير جيدة النهاردة؟ والله أعمال التأمين انت عارف ان كل جهة معينة بتاخد المهمة بتاعتها. اللي كانت واخدة المهمة النهاردة وزارة الداخلية وعناصر التأمين، وده ما كانش متوقع كده. احنا ما كناش متدخلين في عملية التأمين الداخلية بالذات يعني. فأعتقد يعني كل واحد يقوم بمهمته. واحنا برضو بنحاول نقلل عملية الاحتكاك برضو من تعارف يعني. يعني هل نفهم من كده ان ممكن يكون هناك مساءلة من قبل المجلس العسكري للحكومة ولوزير الداخلية عما جرى اليوم سواء في بورسعيد او حتى في استاد القاهرة؟ والله احنا لسه يعني اعتقد كل المسؤولين هيبقى لهم دور، وكل مسؤول لازم يتحرك في اتجاهه، واحنا دلوقتي هنتحرك في اتجاه مطار شارق علشان نستقبل الناس اللي جاية والمصابين اللي جايين من بورسعيد او اللي جايين من بورسعيد. فده هيبقى دورنا، واعتقد المسؤولين وانت حضرتك عارف كويس قوي كل مسؤول يتحرك في اتجاهه، وكل مسؤول ياخذ ما يجب ان ياخذه من القرارات اللازمه لتلافي مثل هذه الاحداث مستقبلا، لان هذا الحدث طبعا احنا بنأسف له، وحدث سيء جدا بيسيء الى سمعتنا، والقنوات الفضائيه بتنقل وده على العالم، وده طبعا قد يؤثر علينا او على البلد تاثير كبير جدا. فهذا شيء من الشيء يعني غير مقبول اطلاقا يعني. سيادة اللواء انا مشرفني هنا السيد رئيس حزب المصريين احرار عضو مجلس الشعب، وبكره غدا في جلسه طارئه للبرلمان، وهم كانوا بيطالبوا ان يكون غدا هناك من يمثل المجلس العسكري في هذه الجلسه، هل هتبعتوا حد يا فندم مندوب عن المجلس العسكري يحضر الجلسه؟ والله انا شخصيا ما اديش قرار، انا مش مفوض ان انا ادي قرارات بهذا الشان، لان هذا الموضوع اعتقد زي ما قلت لحضرتك كل مسؤول هياخد القرارات اللازمه. واعتقد يعني احنا ما فيش انعقاد المجلس دلوقتي، ويمكن خلال دقائق او خلال ساعات قد تجد الاجابة على السؤال بتاع حضرتك. طب هل في اجراءات يا فندم للتأمين يا فندم في بورسعيد وفي غيره؟ يعني البعض النهارده في القاهرة بيشهد يعني عندنا اكتر من 8 حالات سرقات واعتداء على اموال عامة وعلى بنوك وعلى حتى دور مسنين، هل هيكون في اجراءات رادعة لعودة الامن مرة اخرى للشارع المصري سيادة اللواء؟ اعتقد ان الحكومة لازم تاخد من الاجراءات اللازمة لانها تحيي هذه العملية. الامن بقى فيه انفلات امن دلوقتي موجود بقى اكتر من اللازم، وطبعا يعني الجهات الامنية يعني وكل مسؤول لازم ياخد الاجراءات اللازمة للتأمين. وبعدين احنا كمان كشعب ومسؤولين ومجلس الشعب وحكومة لازم كلنا نتعاون ودينا بإيدين بعض، ولازم نحسن من السلوكيات مهما يكن من عناصر امن موجوده في ضوء هذه السلوكيات يا استاذ عمرو. اعتقد ما تنفعش يعني، انا مش هجيب على كل بيت عسكري ومش هجيب على كل وحده فصيله ولا تشكيل من الداخليه ولا خلافه، ده احنا برضه سلوكياتنا ما العناصر دي كلها مش هتقدر تغطي هذه. لكن احنا بقى احنا فين دورنا؟ فين دور الشباب وفين دور المجلس وفين دور الاعلاميين وفين دور المسؤولين وفين دور حتى احنا على مستوى الارياف كنا بنقول فين شيخ الحاره وفين العمده، كان زمان بنقول كده، ودلوقتي بنقول مين اللي مسؤول في كل حته. المفروض كلنا نتعاون يا استاذ عمرو، المسؤوليه مش عايزين نلقيها على الداخليه ولا المجلس العسكري ولا الحكومه لوحديها ولا مجلس الشعب، احنا عايزين كلنا نكون ايد واحده يا استاذ عمرو للبلد. احنا عايزين كلنا نحمي البلد دي، حرام حرام اللي بيحصل ده، لازم كلنا نتكاتف. وسائل الاعلام لازم تعمل على توحيد هذه الكلمه ان احنا كلنا لازم نكون من اجل البلد دي ونحافظ عليها، من نحافظ عليها من الانهيار. احنا ده دورنا، ده دورنا يا استاذ عمرو، كلنا لازم نتكاتف وكل مسؤول لازم يتكاتف. طب تقول ايه للاعلام وتقول ايه للثوار يا فندم؟ انا بقول للثوار، الثوار على العين والراس، ولازم الثوار بالوطنيه بتاعتهم انهم يقوموا بدور كبير في حمايه الامن القومي وحمايه بلدهم. الثوار دولت ولادنا واحبابهم يعني، ودول هم دولت العصب اللي موجود في البلد، هم لازم يكرسوا جهودهم من اجل الحفاظ على امن البلد.
وهم اللي يحرسوا وهم اللي يساعدوا وهم اللي يأمنوا ويمنعوا كل من هو يعني مد ايده لتخريب او تدمير او يخلي الناس تهيج او يزعج الناس او يضايق الناس او يهيج الناس انها تعمل زي ما اللي بيحصل في اماكن مختلفه. ده دور الشباب معانا. الشباب زي ما قام بالثوره البيضاء السلميه اللي احنا بنفخر بيها والعالم كله بيفخر بيها، هم اللي دورهم لازم يكون دلوقتي، لازم يكون دور الشباب دلوقتي. اما بالنسبه للاعلاميين، بالنسبه للاعلاميين نقول يا استاذ عمرو كلنا لازم نتكاتف ان احنا نقول مصلحه مصر فين ومصلحه البلد فين، واللي يعرف حاجه غلط يقولها واللي يعرف حاجه كويسه يقولها، ونتوخى الحقيقه دائما ونبعد عن الشائعات وما نخونش في بعض، ما نخونش في بعض، ما نخونش. لا شباب يخون في جيش ولا جيش يخون في شباب ولا في حكومه ولا في فقد الشعب. كلنا لازم نكون يا استاذ عمرو الاتحاد قوه، ده ما كنا زمان كان شعارنا زمان الاتحاد قوه، ويجب ان يتعاون الجميع، جيش وشعب وشرطه وشباب وثوار، لازم كلنا نتحد، البلد دي لازم ننقذها. الاعلاميين لازم لهم دور كبير في التوجيه والنصيحه والارشاد، ما نحطش ايدينا، نحط ايدينا على الخطا وازاي نعالجه، ما نقولش المشكله ونسيبها. لو لقينا مشكله قدامنا يا استاذ عمرو لازم نقولها ونقول حلها ايه ونعمل لها ايه، ويعني ودورنا لازم نوعي الناس ولازم نقول الناس سلوكيات، السلوكيات في الشارع وفي السكه الحديد وفي ملعب الكوره، لازم نقول السلوكيات، سلوكيات لازم ننصح الناس ونقول لهم يجب ان نحترم البلد ونحترم كل ما اللي احنا شايفينه ده ما فيهوش احترام خالص، ما ينفعش. لا سلوكيات ناس، احنا بقى كاعلاميين من واجبنا ان احنا نوعي ونقوم هذه السلوكيات السيئه ونقول ده غلط. مش واحد جاي يطلع دلوقتي يقول لك المجلس الاعلى بيعمل ايه؟ والمجلس الاعلى اللي هيروح يشيل الجمهور من الملعب؟ لا ما ينفعش الكلام ده يا استاذ عمرو. نقول لا ازاي، نعمل ايه؟ نتعاون في نعمل ايه؟ ان احنا نخلي الناس عيب ما يصحش، ما ينفعش ان احنا ننزل في الملعب. نقول للناس يجب ان ادوا فرصه للداخليه انها تامن، لكن الداخليه ما واقفه بتامن مش عايزه تحتك بالناس عشان ما يحصلش مشكله بينها وبينهم، ولهم حاسب كده. انا واقف بحوش، لكن لما الاقي واحد مش هضرب، ما هي مش هحوش، مش هعمل، مش هستخدم السر عشان ما استفزش الناس. ليه؟ لان احنا بنقول ان لكن لو الشرطي بقى قال للجمهور اقف هنا وعنده سلوكيات محترمه هيقف. هو ده الفرق، ان انا اقول لواحد اقف يقف، ما تنزلش امنعه يحترمني. فاحنا مش عايزين الاحتكاك بين الجمهور والداخليه، ولا بين شعب وجيش، ولا بين شباب وداخليه وجيش. احنا يا جماعه عايزين نفكر في الموضوع ده. احنا البلد كده بالمنظر ده بقينا في موقف لا يحسد عليه يا استاذ عمرو، وده واجبكم وواجبنا كلنا، مش واجبك انا، مش بعامل مسؤوليه على الاعلام لوحده، لا احنا كلنا بنلعب في بوتقه واحده وفي نقطه واحده. عايزين نقول احنا لازم نحافظ على البلد دي ونخاف عليها، وكل واحد من قلبه ونتوخى الصدق ونتوخى الامانه، ونقول ان مصلحه مصر العليا هي الاساس وليست المصالح الشخصيه. عايزين نقول ناكد على المصالح، مصر فين، مصر وايه اللي ممكن نعمله كلنا. سيادة اللواء مشرفني انا المهندس شريف زهران عضو مجلس الشعب وعضو المجلس الاستشاري، كان ليه سؤال لسيادتك يا فندم. يا اهلا وسهلا. اتفضل. سيادة اللواء بعد اذن حضرتك، يعني او من وجهه نظرك خطه تامين الماتش، وماتش معروف ان هو بيبقى فيه مشاكل زي كده، هل المسؤول عنها كوزير داخليه او مدير امن ممكن يعني هل الكلام ده مسؤول من الالف للياء من وزير الداخليه، ولا المسؤوليه على مين؟ ده سؤالي الاولاني. السؤال الثاني، هل نتيجه الاحداث دي هتبقى على مسؤوليه اللي حط الخطه دي ولا على مين بالظبط؟ لا انت بتدخلني في موضوع مش موضوعي، لكن انا اقول لك يعني انا ده مش موضوعي، لان انا اولا لا اشتركت في خطه التامين ولا اعرف ايه خطه التامين، لكن اعتقد المسؤولين هو في عندك محافظه وفي اتحاد كوره وفي مسؤولين عن الفريقين وفي الداخليه ديات الامن، اعتقد كل دول كلهم مشاركين في خطه التامين، ولا الكلام ده غلط؟ اعتقد ان دول كلهم مشاركين في خطه التامين. اجراءات التحقيق اللي تتم، انا رايي المسؤول يتحاسب، كل من هو مسؤول عن فشل خطه التامين لازم يتحاسب، عشان كان نوع لازم يتحاسب. هل هناك اتجاه يا فندم، هل هناك اتجاه لاقاله محافظ بورسعيد او مدير امن بورسعيد يا فندم؟ والله ده مش موضوعي يا استاذ عمرو، انت يعني
يعني انا مش منوط بالاجابه على هذا السؤال. يعني كمواطن مصري يا فندم تبرر بايه؟ كمواطن مصري مش كلوه في المجلس العسكري. بكلمك كمواطن مصري. اه بالظبط. تبرر بايه ان الفريق اللي كسبان ينزل يروح ناحيه جماهير الفريق اللي خسران الخسران بغضب؟ والله جمهور الكوره وجمهور بورسعيد والترا الاهلي كلهم يعني كلهم بيحبوا الكوره وكلهم متحمسين وكلهم يعني ايه بيحبوا فرقهم لاقصى درجه، بس اعتقد ان ده ممكن تبقى سببها 1-2-3-10 من الجمهور اللي مش حقيقي. الجمهور اللي ممكن يبقى جاي في نفسيته ان عايز في دماغه حاجه عايز يعملها، لكن ما اعتقدش ان جمهور بورسعيد هيبقى كل ده بالشكل ده. لكن احنا في حاجه للاسف سيئه ان لو واحد بيجري في اتجاه كله بيجري وراه. طيب يعني يمكن سؤال الاخير لحضرتك، شايف البلد رايحه على فين في ظل مطالبات برحيل مبكر للمجلس العسكري في ظل خلافات حول الدستور اولا او انتخابات رئاسيه اولا؟ شايف عمرو انت بتتخلى في السياسه، احنا بنتخلى في ماتش الكوره دلوقتي يا ست اللواء. ما انت دايما بتتكلم في السياسه معانا يا ست اللواء. يعني احنا بنقول الموضوع ده اتكلمنا فيه وعندك الاستاذ جمال زهر يعني بيتكلم فيه، ويعني ربنا معاك وربنا معانا ان شاء الله، وبس نعدي الازمه دي على خير ان شاء الله والايام ان شاء الله. بس انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ عمرو. اتفضل يا فندم. طول ما في ناس مخلصين اعتقد هيبقى في امل وهيبقى في تفاؤل في المستقبل، بس التفاؤل لازم يجي بالفعل وليس بالقول، ولازم كل واحد زي ما قلت لحضرتك نتكاتف وربنا وفقنا كلنا، لان مصر دي لازم تكون تاج على راسنا ونحافظ عليها ان شاء بس الله. انا بقول لك مصر مهما يحصل مصر بخير، وانا متفائل بالمستقبل ان شاء الله ومصر تبقى احسن واحسن باذن الله يا رب يا فندم. بشكر جدا ست اللواء اسماعيل عثمان مساعد رئيس اركان حرب القوات المسلحه. معانا على التليفون الاستاذ اسامه ياسين عضو مجلس الشعب ورئيس لجنه الشباب في مجلس الشعب. اهلا بيك يا استاذ اسامه. اتناقض الساعه 10 الصبح لك يا استاذ اسامه. معانا؟ ايوه معاك يا فندم. هتعملوا ايه يا فندم بكره في جراء الاحداث التي المؤلمه التي وقعت اليوم في استاد بورسعيد؟ احداث مؤسفه، نقدم تعازينا لشهداء مصر في بورسعيد، وللاسف اصبح كل بقعه عزيزه في قلبنا من الشعب في مصر اصبحت مرتبطه باسماء شهداء. بنتكلم عن شهداء محمد محمود، شهداء مسيره، شهداء مجلس الوزراء وهكذا، شهداء التحرير، شهداء ميدان المطريه وغيره، فاصبحت الشوارع الان تعرف بالشهداء، وهذا وضع غريب جدا جدا جدا. بس لن يمر ابدا ابدا، الحدث ليس الشغب بلاعب ابدا، هي فوضى مرتبه، كارثه، مصيبه بحق. هذه الفوضى المرتبة المنظمة التي تهدف إلى إعاقة التحول الديمقراطي المصري، أن تنشأ في مصر دولة بجد، دولة حقيقي فيها برلمان منتخب، فيها رئيس قريب، فيها دستور محل التوافق، هذا له كريمون كسر، في تحالف قوى مناهضة للثورة، الحارس مرتب من بورسعيد لحريق في استاد القاهرة، والأيام السابقة كان كمثله، هناك في طوائف مصرية ليس مصرية، هناك مجموعة من التحالف قوى مناهضة يستأجر أناس يتحركون من بقعة إلى بقعة داخل مصر لإحداث هذه الفوضى. حدث الأستاذ عمرو إهمال شرطي جسيم، إهمال جسيم، وعايز أقول بقى كده كفاية على القيادات الشرطية الحالية. اتفضل. لابد من إقالة الجميع، كل هذه القيادات تغمض الطرف عن الحدث، لا تجمع معلومات، لا تتخذ إجراءات، بقى لها سنة تتفرج علينا. فبعتقد ان بكره هيكون يوم حاسم في تاريخ مجلس الشعب المصري. كفايه كده على القيادات الشرطيه الحاليه، جربناها ومنحناها الفرصه تاني فرصه ولم نخرج بشيء، بالعكس بنخرج من دماء الى دماء، من دماء الى دماء. الى متى سيظل الدم المصري مسكوبا في الطرقات؟ الى متى؟ لابد من وقفه ولحظه كاشفه يا ندى، لا نكتفي بتقارير الطرف الثالث او لهو خفي، دي لحظه كاشفه لابد ان تكشف فيها الحقائق، ولابد من محاسبه وتفعيل كل القوانين الجنائيه المصريه. يعني دكتور اسامه افهم من كده ان هناك متوقع غدا في الجلسه الطارئه لمجلس الشعب قرارات حازمه وصارمه جراء المسؤولين عن ما وقع اليوم؟ اقل ما يكون غدا هو هذا، حفظ الدم المصري. الثورة المصرية جاءت تحرر المصريين، الثورة المصرية ما جاءت لكي يقتل المصريون، ماذا صنعنا الآن؟ الثورة المصرية أتت لتحفظ حرمة الدم المصري. صحيح. صحيح. أنا أوجه الخلف، هل يريدون أن يكفروا الشعر بثوابه؟ ماذا يريدون هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء؟ لابد من الكشف عنهم. صحيح. صحيح. هل في يا فندم قرارات تجاه المسؤولين عما حدث؟ طبعا، كل مسؤول سيحاسب. وكل القيادات الشرطيه لابد ان تحاسب حتى تحاسب جنائيا. ده اهمال لا اكون متجاوزا اذا قلت عنه انه خيانه للوطن. ما يدور الان يا استاذ عمرو هو حرق للوطن، ليس حرق ملعب.
هم يحرقون هذا الوطن، يعقون مسيرة هذا الوطن. النائب المحترم الدكتور أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب في مجلس الشعب، شكرا جزيلا. معانا على التليفون الكابتن عمرو زكي كابتن ولاعب نادي الزمالك. كابتن عمرو مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ الله يخليك. البقاء لله طبعا في يعني في شهدائنا الذين راحوا اليوم ضحيه ايه مش عارف اقول ايه عمرو، لكن يعني البقاء لله، ربنا صبر اسرنا وصبرنا كلنا طبعا، بعد طبعا كل الاسر بمختلف مجالاتها، سواء اسر لجمهور النادي الاهلي او اسر جمهور النادي المصري او ايا كان ضحايا، لان في الاول والاخر سواء في بورسعيد او سواء في القاهره او سواء في اي بلد، كلهم طبعا بيمثل بلد حتفيش واحد اسمه مصر. لكن انا يعني ليا كم سؤال بس كنت عايز اسالهم يعني، او احب اوضحهم واحب افهمهم كمواطن مصري مش عايز كوره، لان خلاص الامر دلوقتي بيهم بلدنا، والامر دلوقتي شايفه سياسي اكتر من رياضي، وشايف ان الرياضه دلوقتي تستخدم مش لمصلحه الجمهور ولا اللي هي الروح الرياضيه، ان نتعلم ولادنا عشان خاطر يبقى عنده فكر وفكر يفيد بيه بلد. انا شايف ان الرياضه دلوقتي بمختلف مجالاتها، لان الاحداث اللي بتحصل، عشان احنا بس مشكلتنا في مصر كاعلام بنركز على كره القدم رقم واحد، لا في كل المجتمع دي ابتدات تستخدم كره الطايره، اي حاجه فيها تجمع جماهيري بقت تستخدم دلوقتي للمصالح الشخصيه، وتستخدم دلوقتي لاثاره الشغب، وكل واحد دلوقتي شماعه، الرياضه شماعه في مصر. وانا من وجهه نظري الشخصيه كمواطن بقعد اتفرج كتير وبتابع الاحداث كلها، سواء احداث سياسيه او نظام سياسي قوي، لكن طبعا بما ان انا راجل مصري وفي احداث داخل مصر دلوقتي تهمني من مستقبل بلدي، فايه طبعا بتابع دلوقتي كل شيء. انا بس اول حاجه عايز اسالها، من هو المسؤول عن هذه الاحداث في تقديرك انت؟ مين المسؤول يا كابتن عمرو؟ نعم، في تقديرك انت مين المسؤول؟ انا اقول لحضرتك رقم واحد، من ثلاث ايام بالظبط كنت بتفرج على احد البرامج الرياضيه، كان في مدير امن بورسعيد كان موجود على التليفون وقال احنا عندنا خطه تامينيه، وان احنا الجمهور بتاعنا مرحب جدا، وقعدت معهم وقعدت مع قطاع الالتراس وقعدت مع الجمهور المصري وكنا الساده المسؤولين، والكلام ده كله طبعا انت عارف اتقال، وقال المباراه مؤمنه تماما، واتوبيسات النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي من اول ما هيدخلوا بورسعيد لغايه ما يخرجوا، الكلام ده كله طبعا سمعوه. لكن انا اللي بساله لمدير الامن، انت النهارده كراجل خدت موافقه من النادي الاهلي ومن النادي المصري ومن النادي المصري المباراه على مسؤوليه مدير امن ومديريه امن بورسعيد ومحافظ بورسعيد زي الفل الكلام. انا بس اسالك سؤال واحد، عايز اشوف طالما انت النهارده اخذت المسؤوليه الكامله تامين، لان انت سهل جدا كنت تمنع الكارثه دي، تقول يا جماعه مش هقول مش قد المسؤوليه، لا انا امن بورسعيد بيعتذر عن تنظيم المباراه، مفيش اي مشكله كنت هتحمي الكارثه اللي حصلت ولكل الناس اللي ماتت دي، لكن انت النهارده بتحملت المسؤوليه وقلت انا مامن المباراه. كلام كويس جدا. النهارده عايز اشوف دور عسكري واحد داخل استاد بورسعيد داخليا او خارجيا بدور. ده انا عايز اعرفه، يعني انت بالظبط عملت موقف بالظبط، جبت اثنين متخانقين مع بعض خناقه كبيره جدا، وجيت قلت لهم انا هصالحكم انتوا الاثنين على بعض وهقعد معاكم. اول ما قعدوا مع بعض بيتكلموا مع بعض راح سابوا مهم ماشي. الاثنين موتوا بعض، ده اللي انت عملته النهارده. شيء ثاني اللي حصل النهارده مش اول حاجه هتحصل، ولا لو كملت الدوري او اي مجال رياضي هتبقى اخر حاجه. ليه؟ لان النهارده الرياضه هي شماعه. الاحداث دي حصلت مباراه الزمالك والافريقي، الاحداث دي حصلت في مباراه المحله والاهلي، الاحداث دي حصلت في مباراه الاتحاد والمصري، حصلت في ماتش النهارده. يعني ده شيء مرتب، ده شيء منظم، لان حضرتك النهارده انا كمشجع او كمواطن انا قاعد بتفرج على النادي الاهلي من اول تسخين. الشخصيه الثانيه اللي بلوم عليها النهارده حكم المباراه ايام عمر، لان من قبل المباراه باين ان في احداث صعبه جدا. ايه المشكله؟ طب مباراه الزمالك والاسماعيلي بعد الشوط الاولاني المباراه اتلغت، ايه اللي حصل؟ ما حصلش كارثه، مش ماتش كوره، فده هي كوره يعني اساسا يعني. لكن النهارده كل يوم هنستنى ضحايا؟ ده احداث الثوره ما اتخافش الكميه في اربع ايام، وكانت ثوره بلد كلها في الشارع. لكن انت النهارده 20,000 واحد قاعد ما يتغدى دلوقتي اكتر من 53 واحد. يا جماعه لازم نشوف مين المسؤول عشان نحاسبه، لازم نشوف مين النهارده اللي اخذ المسؤوليه كامله النهارده ان هو يحميه، لان انا اللي بستغرب عليه، انا قاعد بتابع من القناه دي للقناه دي للقناه دي،
شايف ان النهارده كمدير امن خدت المباراه وحملت عدها الجماهير والكلام ده كله. اذا النهارده ان انت عندك كنترول وعامل سيطره على كل الكلام ده كله، مفيش اي رد فعل لا ضرب ولا اتضرب. يعني بالظبط جبت الجمهور ده وجبت الجمهور ده. انا عايز اقول حاجه، انا ما بقولش جمهور بورسعيد كله، وانا بقول اصلا جمهور بورسعيد اللي في كتير قوي شباب بينساق ورا الحدث يعني، فالحمد لله اللي عمله هو مش فاهم، لان طبعا حضرتك عارف ان في ناس كتير جدا فاهمه ان الحريه وفاهمه المدنيه ان هو صاحب القرار وان البلد دي خلاص بتاعته وان هو الضابط هو الدكتور هو اللعيب هو الحكم، ففي ناس كتير جدا بتنساق ورا احداث غلط. الشيء الثاني انا بس بقول لحضرتك بلوم على كابتن فهم عمر النهارده اللي حصل قبل المباراه كان يقدر يلغي المباراه بين الشوطين. حضرتك لو في حضرتك لو جيت بس المشاهد بين الشوطين كان في يعني بدايه الحرب. انا قاعد بس بتفرج على التلفزيون قلت بعد 10 دقائق بالظبط هتحصل كارثه لو المصري دخل في الجون الثاني او لو المصري كسب. والله العظيم انا عارف ان انا النهارده وانا قاعد بتفرج على المباراه ان هتحصل حرب. كابتن اسال سؤال واحد النهارده يا استاذ عمرو، مباراه المحله والاهلي ليه الامن جه نزل نص الملعب كان عامل كردون محكم ونزل اول ما الجمهور المحله نزل المباراه برضه من طيب كابتن عمرو معلش خليك معايا على التليفون، انا معايا على التليفون الكابتن ابراهيم حسن مدير الكره في النادي المصري. كابتن ابراهيم مساء الخير. استاذ عمرو مساء الخير خطر. الله يكرمك كابتن ابراهيم ازيك؟ البقاء لله. اتفضل. البقاء لله كابتن ابراهيم. الدوام طبعا الواحد بيعزي وصل الضحايا طبعا والمصابين بنعيش فيهم ان شاء الله وموضوع صعب قوي. ايه اللي حصل يا كابتن ابراهيم بقى؟ انا عايز اعرف حضرتك اللي احنا بناخدها في مصر بقى. انت قدمت استقالتك انت وكابتن حسام، ايه بقى اللي حصل؟ ما يعني شايفين ان الجو العام مش هينفع في رياضه بالطريقه دي، ما فيش رياضه ان انت كل يوم تتفاجئ بكل يوم احداث حد ينزل يعني ماتشات عماله تبوظ وما حدش عايز يحترم الملعب كوره والرياضه عامه. الناس انا عايز اعرف يا كابتن ابراهيم حاجه يعني. ايه اللي خلى النهارده الاشتعال الموقف؟ يعني النهارده المصري كسبان 3-1، ايه اللي خلى الموضوع يتازم ويشتعل بالشكل ده؟ ما اعرفش، هم ناس بتيجي تكلم بتسمع من دول بتسمع من دول، ناس يقول لك اصل عاملين كان يسطا ان بورسعيد ما فيهاش مش رجاله ولا حاجه كده. يعني هو في حد، انا شايف ان في حد مصمم ان يوقف مسيره البلد مش الكوره عامه. انا شايف ان في موضوع مش طبيعي، لان انت ادينا ماتش خلص خلاص واحنا اتفقنا قبل الماتش وعاملين ونعمل مبادرات وبقالنا 10 ايام عمالين نهاتف في مع الناس دي ونتكلم ونجيب الروابط الجماهير اللي موجوده ونعمل اتصالاتنا في الاعلام والفتره الاخيره والناس المحافظ ومدير الامن والمجلس الاداره استاذ كامل كلنا عاملين نعمل هدوء ونهدي الجو ونستقبل الجماهير والناس تيجي باحترام وتخرج باحترام. انما في حد يزعل انك انت ان البلد تمشي كويس، في حد عايز انها تخرب يعني عن طريق ايه؟ التجمعات او اقرب حاجه ليهم فرصه يعني ارض خصبه اللي هي ماتشات الكوره. الشويه يخشوا بدل ما موضوع زي زمان اعتراض عادي وفي حد مهزله عاديه بتحصل، الموضوع بيتطور. الناس اللي ما عايزه تخرب بتولع تاني عشان وناس وراها تنساق. انما الناس الطيبه الناس الجميله اللي هي واعيه بتاخد بالها وتمشي. فالاحداث اللي حصلت دي حصلت في لحظات غريبه، انا مش عارف يعني انا مش انا في ذهول. انا انقذت او حاولت ان انا اطلع لعيبه النادي الاهلي كان اخر. رحت اطمنت عليهم في غرف الملابس يا كابتن ابراهيم؟ نعم. اطمنت على لعيبه الاهلي في غرف الملابس؟ اطمنت، دخلت سيد واخر اثنين كان سيد والشيف اكرامي. دخلتهم طبعا واحد يعني ربنا يعلم الضرب اللي الواحد خده، لان انت بتسلك وبتخش وانت او حاطط الاثنين عشان ما حدش يتاذي. فطبعا يعني احتكاك كتير جدا لحد ما وصلتهم وكل كان في اوضه اللبس. انا اطمنت عليهم ورحت لقيتهم برده موجودين وكل حاجه تمام يعني، بس طبعا الاجواء صعبه قوي، كله حزين، كل الناس متضايقه، كل واحد فيه الناس كلها متنرفزه، الناس كلها زعلانه. فعشان كده احنا مش هينفع نشتغل عامه في جو الكوره في مصر او الرياضه بالطريقه دي، لازم يبقى في وقفه. لو في وقفه نشتغل، ما فيش وقفه خلاص نبعد لحد ما الدنيا تهدى في مصر يعني. انما كده صعب ان احنا الضغوط العصبيه والواحد نفسه كل ما بتخش في خطوات ونفسك تعمل حاجه كويسه بيحصل لك احباط، يعني عمليه احباط. يعني النهارده كسبانين المفروض نبقى فرحانين، البلد ماشيه كويس. صحيح. الفريق معانا فريق ولاعيبه على اعلى مستوى ومعانا الدنيا كانت ماشيه كويس والاداره بتتعب.
في الاخر خالص كل دوت بتلاقيه راح في ثانيه. يعني مش شايف ان لازم يكون في وقفه مع الشغب اللي بيحصل في الملاعب؟ لا لازم يبقى في وقفه من الرياضيين كلهم، لازم لازم يبقى في الناس السياسيين اللي هم ان هم عايزين البلد تقف على رجليها مش اللي بيولعوها، والناس الفنانين برضه والناس الرياضيين لازم في وقفه تتعمل من بدايه نعملها في المجال بتاعنا. لازم في تكاتف، يبقى ازاي نسيطر على الناس دي وازاي ما نسمحش بحاجات تحصل، لازم يبقى في اتفاقات ولازم نقعد ونشوف الناس كلها. انا معايا هنا في الاستوديو كابتن ابراهيم مجموعه من اعضاء مجلس الشعب، تطلب منهم ايه عشان خاطر هم بكره عندهم جلسه طارئه للبرلمان غدا عشان هذا الموضوع وهم سامعينك دلوقتي؟ نعم الو. معايا اثنين من اعضاء مجلس الشعب، رئيس حزب المصريين احرار وعضو مجلس استشاري وعضو مجلس الشعب، تطلب منهم ايه عشان جلسه بكره؟ اطلب ان هو يحصل تفعيل ايجابي للامن بتاعنا، لازم يحصل تفعيل، لازم الامن بتاعنا يبقى ليه قوته تاني ترجع، ولازم يبقى في سيطره تاني على الناس، ولازم الناس اللي يبقى فيه برضه نشوف الناس المتصوصه دي من بدري نتخلص منهم، انما كده الدنيا سايبه خالص صعب. يعني ربنا يوصل عادي جاي، ان انا بطل من الناس مجلس الشعب، واحنا كلنا اخترنا ناس كنا مجتمعين ومقتنعين بان الناس تبقى موجوده، معظم الناس اللي موجوده كل وده راي الشعب كله، والواحد لازم يحترمه. وبرضه في ناس زعلانه برضه مش عايزه، مش عاجبها الاختيارات بتاع مجلس الشعب، ما انت مش عاجبك كل حاجه يبقى ما فيش حاجه هتمشي. الناس الملايين دي كلها والشعب المصري قرر ان الناس بتاع مجلس الشعب دول يبقوا موجودين، وهم اللي عبروا عن الشعب بتاعنا، فلازم نحترمهم، ولازم القرارات اللي هم اللي تتعمل لازم تطلع منهم تطلع لمصلحه مصر. ما فيش بقى ان الضغوط السياسيه اللي موجوده، انا شايف ان اللي ملوش كبير برضه استاذ عمرو لازم يجيب له كبير او لازم يشتري له كبير. لازم ندي بقى السلطات كلها تاخد سلطتها صح، سلطه مجلس الشعب تاخد لازم تفعل، لازم نحترم المجلس الاعلى للقوات المسلحه، لازم الناس دي طول ما احنا عاملين نخبط في بعضينا مش هنحترم بعض. ما هو الراجل اللي بينزل ده لو قلقان من الراجل العسكري او الضابط او الناس الامن الموجودين مش هينزل، انما هو عارف ان احنا قال لك لا الناس دي دوسنا عليهم خلاص فمحدش يقدر يعني. ولما يجي حد فيهم يقول لا بيقول لك بيحصل عمليه يقول لك لا الحد ده ضربني ده موتني، فعشان كده كل واحد ضابط كل عسكري خايفين يحتكوا بالناس. فلازم يبقى في تفعيل، ولازم يبقى في قوه للامن، ولازم يبقى في احترام للجيش واحترام للشرطه. انا شايف وجهه نظري. هنكلم بقى المصالح الشخصيه في مجلس الشعب ولا بره مجلس الشعب؟ في ناس مصلحتها استاذ عمرو معلش انا تعبت من اللي احنا شفناه، بيشوف الموت كل شويه صراحه في الماتشات، الماتش الافريقي حصل كده والنهارده بيحصل كده وفي المحل بيحصل كده. لازم ناس مجلس الشعب بقى يفكروا في مصر، او عامه الناس المجلس الشعب اللي احنا اخترناهم، وانا اول واحد طلعت عمري في حياتي ما انتخبت مجلس الشعب اللي فات في حياتي، ما خرجتش، خرجت المره دي. فلازم بقى ان كل واحد يشيل صالح الشخصيه، وندي فرصه للناس تشتغل الفتره الجايه لحد انتخابات الرئاسه في موعدها، عشان مش عايزين يبقى في الدنيا البلد فاتت بيض كده. الدنيا اتخلقت في كم، ما اتخلقتش في ساعه ولا في يوم. فلازم يبقى في تركيز ان كل خطوه نحترمها، كل خطوه قانونيه للبلد عشان تقف رجليها نحترمها. في انتخابات رئاسه الناس اللي ترشح نفسها بهدوء، كل واحد يقول البرنامج بتاعه، والشعب يختار زي ما اختارنا مجلس الشعب ان شاء الله. وبعد كده بدايه من بكره في الاجتماع ان شاء الله لازم اول حاجه تعمل ان الجيش يبقى قوي جدا زي ما هو قوي، والامن او الشرطه لازم تبقى قويه ترجع تاني عشان نسيطر على الموضوع. والمسؤولين اللي غلطوا النهارده هيتحاسبوا يا كابتن ابراهيم، مظبوط؟ نعم استاذ عمرو. طبعا والمسؤولين اللي غلطوا النهارده والمسؤولين النهارده المسؤولين عن هذه الكارثه يتحاسبوا بالتاكيد. اكيد لازم في حساب، بس حط في الاعتبار يا استاذ عمرو ان كل واحد دلوقتي خايف يلمس واحد لا يتبلى عليه يقول له ده موتني، فالشرطه قلقانه. انا بقول لك واكيد انت عارف اي واحد دلوقتي عادي يمسك واحد يتبلى عليه دلوقتي، فانا بشوفهم الناس وانا واقفين بشوفهم في الملعب يعني ناس لا حول لهم ولا قوه. لازم مين اللي يديهم القوه؟ مجلس الشعب اللي الناس كلها مقتنعه بيه وقررت انه موجود. يبقى قرار كده بكره ان شاء الله يتاخد ان الشرطه تفعل بقوه وتضرب بيد من حديد على كل واحد عايز يخرب البلد دي. بس ده اللي انا اقدر اقوله يعني. انا شاكر جدا البلد دي. بشكرك جدا كابتن ابراهيم حسن مدير الكره في النادي المصري، ومعانا لسه كابتن عمرو زكي. عايز اسالك كابتن عمرو، اللي حصل بقى في ماتش الاسماعيلي والزمالك النهارده وادى الى حريق في الاستاد، ايه اللي حصل؟
لا يا فندم، بس خليني اخد الحدث المهم قبل الحدث الصغير. طبعا انا طبعا بساند الكابتن ابراهيم في حاجه، وفي حاجه ممكن طبعا مش يختلف معاه، لكن يعني انا شايفه من وجهه نظر ثانيه. اتفق مع طبعا القرياضي، واتفق مع لعيبه النادي الاهلي بكل المكالمات النهارده ومكالمات اليوم طبعا. ان انا طبعا ضد اللي بيحصل دوت، ضد الاستثار، ضد عدم المسؤوليه، سواء من مواطن مش مسؤول او مواطن يدار، او الموقف السلبي من وجهه نظري مع احترامي الشديد يعني من مدير امن بورسعيد. النهارده بختلف مع الكابتن ابراهيم، طالما النهارده ما فيش حد يختلف طبعا. اولا ان احنا كل واحد في منصبه لازم. كابتن عمرو، عايز اسالك سؤال. في انباء دلوقتي تتردد مش مؤكده وغير موثقه ان الكابتن ابو تريكه وكابتن بركات وكابتن متعب اعلنوا اعتزالهم، يعني كاتخاذ موقف. هل انت موافق على هذا القرار لو كان صحيح؟ طبعا انا غير في الكلام، ولا حق انا بتبامر مختلف مع كابتن ابراهيم، وفي حاجات انا شايفها وبقولها صح، ان احنا كلنا لازم لنا دور. انا اول حاجه مع اللعيبه، انا بعد ما اعتزل برضه معاهم هيبقى مجال لازم نشمع ان احنا نتفق واحنا ان يبقى في بالنا ان ما في ناس بتدار بعقليات، بتدار بفلوس لمصلحه ناس. يعني انت جاد يا كابتن عمرو في اعلان هذا الاعتزال، شايف ان ده رد فعل مناسب؟ يا فندم النهارده تنزل في الكوره النهارده، ان انا ممكن اخويا او ابويا النهارده ان هو ممكن يموت بسبب مباراه كوره. لكن انا اسال سؤال، مدير امن بورسعيد ده ابنه بيلعب في مصري او بيلعب في الاهلي، هل النهارده كان هيوافق؟ انا بختلف مع الكابتن ابراهيم في نقطه. النهارده مفيش اختلاف النهارده ان الشرطه احترامها وهي اللي بتحمينا، ولازم نحترمها ولازم نديها حقها طالما بتحمينا وبتحافظ علينا. لكن النهارده انا كرجل مسؤول النهارده تحملت المسؤوليه كامله، انا وامن بورسعيد، ان احنا هنحمي، انا دوري ان انا بحمي شعبي اللي هو سواء جمهور اهلي او جمهور مصري. انا كنت موجود النهارده ومعملتش، ما كانش في ليا اي رد فعل النهارده، وسبت الدنيا كلها دخلت. مع العلم ان مباراه المحله والاهلي لما جاء جمهور نزل، الجيش والشرطه الاثنين مع بعض نزلوا نص الملعب وقفلوا دخول الجماهير على اوضه اللبس وعلى لعيبه النادي الاهلي. فده انا عايز حضرتك جبت التصوير، شفت هنا وجيت شفت هنا. ثانيا انا طبعا مع اللعيبه كلها ومع اي رئيس النهارده، نحن ضد الاستثار، ضد عدم المسؤوليه، ضد اي حد يفكر يخرب بلدنا وما حاسس عليها. وفي نفس الوقت مع كل الساده المحترمين اللي مع حضرتك بكره، اتمنى اول قرار ياخدوه بحزم بكره الغاء اي تجمعات، سواء التجمعات دي هتكون في المجال الرياضي او كان في شيرو الحسيني، لان اي تجمعات بيحصل فيها فتن، فالفتن دي اللي بتؤدي الى الاحتكاكات بكل الاشتباكات. لما بيبقى في مباريات كوره، في مباراه كوره بتتلعب، لما جه الثوره الاخيره ال 25، لما جه يعني الشعب هو اللي كان بيامن نفسه، حصل 1% حاجه او اي حدث خارج عن النص او خارج عن القانون اطلاقا. النهارده لو كان الشرطه، انا ما بقولش ان انا عايزك تقول لي ايه اللي حصل بقى في الماتش في ماتش الزمالك والاسماعيلي النهارده في الاستاد القاهره. مفيش حاجه حصلت، ده حريق عادي جدا، والمطافي جت طفت الموضوع. لكن الموقف طبعا اللي بحيي طبعا الجهاز الفني عليه النهارده، سواء الجهاز الفني نادي الزمالك بقياده كابتن حسن شحاته، والجهاز الفني نادي الاسماعيلي، ان هم دخلوا بين الشوطين لحتى المباراه. ان احنا بنتضامن مع الاحداث ومع جماهير النادي الاهلي ومع لعيبه النادي الاهلي، ضد الخراب في بلدنا، ضد الاستهتار، ضد ان احنا نتكلم بعضنا، لان الرياضه اللي قلت لحضرتك هتكون هي فتنه او سماعه لمجرمين او ناس النهارده بتدور ان هي مش عايزه يبقى في قوام للبلد ولا عايزه مصر ترجع. لا، يبقى قرار كابتن حسن ان هو اداره الاسماعيلي، هو الجهاز الفني بتاع الاسماعيلي، ان احنا مش هنكمل المباراه ومش هنلعب كوره ثاني لغايه ما في قوام للبلد. وفي ان لازم النهارده قبل ما اقول ضبط نفس الشرطه، ضبط نفس للجيش، لازم انا كمان عندي ضبط نفس واعرف ان في شرطه واعرف ان في جيش. يا كابتن عامر، انا بحييك على مواقفكم المحترمه وعلى مشاعركم طبعا. وعلى يعني الحقيقه موقف محترم جدا، وربنا يصبرنا ويصبر مصر كلها. بشكر جدا الكابتن عمرو الزكي، شكرا جزيلا. انا اسف طبعا المداخلات كترت شويه، فلكم تعقيبات. طب معانا على التليفون، معلش مداخلات كتير، معانا دكتور ايمن نور زعيم حزب الغد. انا دكتور ايمن. اهلا يا استاذ عمرو، الباقيه في حياتك وفي حياه كل مصر، حياتك الباقيه شهداء اليوم. والحقيقه انا عايز اقول كلمتين بايجاز خارج الموضوع، اتفضل. لكن هم الحقيقه مش خارج الموضوع، لكن هم ممكن يوضحوا لنا ايه الموضوع. اتفضل. انا بدعو للنظر في ثلاث مقاربات. المقاربه الاولى هي مقاربه تاريخيه عمرها سنين طويله جدا،
لأنها تبدأ من أبريل 1954 وحتى 30 مارس 54. هذه المقاربة مفازها ان كان هناك ازمة زي ما انت عارف وكل الناس عارف ان كان في ازمة اسمها ازمة مارس، ازمة صراع بين القوى العسكرية التي كانت تريد الاستمرار وقوى اخرى مدنية مساندة لمحمد نجيب واخرين القوى العسكرية تريد الرحيل والعودة للسكنات. في هذا التوقيت تحديدا تم توقيع اتفاق على العودة للسكنات واقرار الحياة الدستورية وعودة دستور 23 الى اخر الاتفاق يوم 4 مارس. وفي هذا التاريخ استشعر البعض ان هناك اتفاق يجب الالتزام به، فبدأت تحصل احداث متعاقبة في مصر ممكن لو رجعنا التاريخ نذكرها زي تفجير جروبي وتفجير مخزن الصحافة في محطة القطارات وغيرها وغيرها من الأحداث المتعاقبة اليومية اللي بتفكرنا بالضبط باللي بيحصل بقالنا كذا يوم، زي السطو على البنوك والسطو على شركة الصرافة وأحداث كلها غريبة عن طبعتنا، وكأن البنوك وشركة الصرافة طلعوا امبارح، ما كانوش موجودين أيام الثورة، ما كانوش موجودين أيام ما كانت اللجان الشعبية هي اللي بتدير البلد. كل هذا اتجاه يأتي في النهاية الذي حدث اليوم، وأنا بقول ده هو منفصل عن السيناريوهات المشابهة حتى ولو كانت قديمة جدا، ولا هو منفصل عن الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة. وفي النهاية الذي يتحمل مسؤولية هذا هو على وجه التحديد هو النظام القائم المسؤول عن إقرار ما ينبغي أن يتحقق من استقرار وأمان في مصر. احنا كحزب غد الثورة أصدرنا بيان ودعينا لاجتماع عاجل للقوى الوطنية هيتم بعد دقائق من الآن، هيتم 19 وبيستضيفنا حزب الوفد، وستتخذ قرارات ومواقف واضحة في شأن المسؤولية عن هذه الكارثة الكبرى التي وقعت. طب دكتور أيمن، إيه اللي مطلوب النهاردة؟ أولا من المسؤول وإيه المطلوب؟ أنا في تقديري المسؤول هو المسؤول عن الوصول لنتيجة مغايرة للنتيجة اللي احنا وصلنا إليها. كما يبقى عندنا وزارة الداخلية، عندنا حكومة، عندنا مجلس عسكري بيتحمل مسؤولية رئيس الجمهورية، فجميعهم مسؤول ألا يحدث هذا في مصر. إيه الطريقة؟ إيه اللي حصل؟ إيه الظروف؟ إيه الملابسات؟ دي تفاصيل، لكن مين المسؤول؟ المسؤول هو المسؤول. وأنا ما بستبخش أبدا الأحداث باتهام حد، لكن بقول المنطقي أن المسؤول هو المسؤول مش حد تاني. إيه الهدف؟ اعتقد ان كلامي فيه اشارات واضحه مش في حاجه للتفسير. ايه اللي هيحصل بكره؟ الله اعلم. ربنا يغضب بينا وبمصر، وربنا يسلم مصر وتنجو ويتوقف هذا النزيف الطويل من الدم. وارجوك يا استاذ عمرو، طبعا واكيد كثير من المتحدثين اشاروا للعلاقه الزمنيه والتشابه الواضح بين موقعات الجمل وموقعات الجمل. طب موقعات الجمل يا دكتور ايمن كانت مدبرة، هل هذا الحادث ايضا مدبر؟ وهل كل هذه الحوادث التي تحدث في مصر في الساعات الاخيرة مش مدبرة؟ ده سؤال. جاوب انت عليها يا دكتور ايمن، انا مستني اجابتك. لا انا سايب الاجابة للساعات القادمة، وانا بعتقد ان الشعب المصري والتاريخ وربنا ربنا يعني لن يضيع الوقت على الشهداء، وسيظهر من المسؤول، من الذي خطط ودبر. يا عمرو احنا عارفين الكوره وعارفين احداثها وعارفين حتى شطط بعض المشجعين ممكن يوصل لغايه فين. هو اول مره يطلع عندنا كوره، ولا اول مره يبقى عندنا بنوك، ولا اول مره يبقى عندنا شركات صرافه؟ اما ده كله يحصل دلوقتي، اعتقد المساله لها دلاله واضحه. أنا بشكرك جدا دكتور أيمن نور، زعيم حزب الغد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. نطلع فاصل عشان أرجع أسأل ضيوفي هل فعلا الموضوع كان مدبر أم لا. فاصل ونعود. الحساب والقرار العنيف
بالنسبة لقيادات الشرطة؟ يعني متهيألي ان كل اللواءات اللي خدموا في العهد البائد لازم يتشالوا، لان الناس دي من سنة 81 الحقيقة كانت بتخدم النظام، واللي اتخرج وهو ملازم ولا مقدم ايام حسني مبارك ما جه بقى لواء النهاردة وخدم في النظام اللي فات. فاعتقد ان احنا لازم ندي الفرصة للشباب من قيادات الشرطة المقدم والعقيد ويطلعوا يمسكوا ويبتدوا يتعاملوا مع الشعب باسلوب جديد وبروح جديدة. احتمال ان ده يحصل نوع من انواع يعني التغيير. كمان طالبنا في مجلس الشعب النهاردة الدكتور عمرو الشبكي قال كلمة كويسة، قال ان احنا عايزين نعرف ايه هي المناهج العلمية اللي هيتعرض ليها ضباط الشرطة في الاكاديمية بعد كده، علشان نبقى متأكدين ان هم طالعين معترفين او فاهمين كويس جدا ان هم جايين عشان يحموا الشعب مش عشان يذلوا الشعب كما حدث في الماضي. استاذ محمد هو انا بس برضو تعليق على كلمة اللواء اسماعيل عثمان في ثلاث نقط. نقطة بتفق معي فيها تماما، احنا مش بنخون حد، بالعكس بنثق كلنا في بعضنا، واحنا محتاجين نبني جدران كبيرة من الثقة بيننا من بعض. لكن في حاجتين هو قالهم، قال اللي يعرف حاجة يقولها، وقال الشرطة مش عايزة تحتك. مفيش شرطة، ما ينفعش الشرطة ما تحتكش، ده دور الشرطة انها تحتك بالمشاكل وتحلها. ومش معنى ان انت تحتك ان انت يبقى ادائك غير مهني وغير محترف. فاحنا محتاجين احتكاك مهني ومحترف، دي حاجة. حاجة تانية هو قال اللي يعرف حاجة يقولها، انا بقوله فعلا اللي يعرف حاجة يقولها. احنا ما نعرفش يا سعادة اللواء، احنا ما نعرفش، الدولة دورها تعرف، اجهزة جمع المعلومات دورها تعرف. وبنقول احنا نعلم ان هناك في ضغوط على الدولة المصرية، في ضغوط على المجلس العسكري، نعلم ذلك تماما، يجب ان نقف وتكون لحظة سؤال في تعمد، في تعمد اكيد، والمجلس العسكري يعلم ذلك ويعلم الجهات التي تقف وراء ذلك. قد يكون مين الجهات؟ ما تقول لنا مين هي الجهات. انا لست جهات تحقيق، لكن قد يكون هناك حساسيه في اظهار ذلك. لكن في مجلس شعب ممكن يغلق ويصارح مجلس الشعب الذي يعبر عن الامه ويصارح بالمعلومات، ونحن نثق في هؤلاء الذين انتخبناهم في ان يعلموا ماذا يدور في الدوله المصريه. من الشريف بكره بتوقع ايه في جلسه مجلس الشعب؟ والله يعني خلينا نحط رجلينا على أرض واقعية شوية ونقول قدر الله ما شاء فعل، لابد من تحقيق، ولكن كيف لا يتكرر ذلك. أنا شايف أن احنا نمشي في أربع حاجات بالتوازي. أول نقطة التحقيق بين جهتين، إما بضم الموضوع النهاردة للجنة تقصي الحقائق الموجودة، أو تشكيل لجنة تقصي حاجات جديدة من مجلس الشعب. البادرة اللي عملها النائب العام ببدء التحقيقات اذا وافق عليها عموم الشعب او مجلس الشعب او بلجنة بندب قضاة التحقيقات زي احداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، ده كده بالنسبه لاتجاه التحقيقات. وفي نتائج ماسبيرو ومحمد محمود سنه هي النتائج، ده الاتجاه الاول. الاتجاه الثاني هنقعد امتى الدم يقعد يسال كده في الشوارع احنا قاعدين نعمل لجنه التحقيقات؟ يعني امتى الاتجاه الثاني؟ التحقيقات مش تخصص الاتجاه الثاني. لابد من العمل من الان على قانون استقلال القضاء حتى نحقق الهدف، ان احنا هيجي الوقت اللي هيعمل تحقيق سليم. من يحقق الاتجاه الثالث؟ وهو اعاده هيكله وزاره الداخليه بالكامل والبدء الفوري عن طريق لجنه الدفاع والامن القومي في مجلس الشعب، ولابد من ان تعمل على هذا المشروع فورا. الاتجاه الرابع وده الاهم، واللي حضراتكم كنت لسه بتتكلموا فيه، ان من المتسبب وماذا يريد. انا شايف ان لابد ان تسير مصر في اتجاهها السياسي حتى تنتقل السلطه لرئاسه لسلطه مدنيه منتخبه، علشان الهدف ان مصر لا تستقر، ولابد ان تسير مصر في مسارها الصحيح نحو الاستقرار دون تعطيل. دول الاربع اتجاهات اللي لازم نمشي فيهم علشان. هل انتقال السلطه قبل الدستور ممكن يحل مشاكل كتير في البلد؟ لا طبعا، ما احنا نفس المشكله، نفس بنتكلم على جهاز تنفيذي. احنا لازم محتاجين ثلاث اربع اتجاهات مع بعض، ممكن هي دي اللي تسبب. محتاجين سلطه قضائيه مستقله، سلطه تشريعيه مستقله، سلطه تنفيذيه مستقله. فمش الحل ان انا اقعد العب في جوه السلطه التنفيذيه وسايب السلطه القضائيه. احنا بنسال على التحقيق، مين هيحقق؟ ده السؤال، مين اللي هيحقق؟ احنا عايزين جهة تحقيق مستقلة نثق فيها، جهاز قضائي قادر وفعال. لسه الثورة ما كملتش. بالظبط بالظبط. هل يمكن ان يكتب الدستور في ظل حكم العسكر دكتور احمد؟ لا انا مش مقتنع ان الدستور مش يكتب في ظل حكم العسكر او مش حكم العسكر، مش هو ده الموضوع. الدستور لازم ياخد وقته. احنا النهارده في الاتجاه والجدول الزمني اللي احنا ماشيين فيه، عايزين يعملوا جمعية تأسيسية من 3 مارس ل 15 مارس ويلا، قال يعني مش هيبقى فيها اي خلاف. ده احنا حصل خلاف في القسم، ثانيه واحده، دستور عام في القسم في داخل مجلس الشعب، فاللجنه التاسيسيه دي مش بالسهوله دي. وبعدين من 15 مارس
لواحد مايو نكون كتبنا الدستور انه دستور ده والشعب هيروح يستفتى على ايه وهنرجع نغلط غلطه 19 مرس. فانا ما اعتقدش ان الدستور بصرف النظر عن حكم العسكر الدستور ده لازم يحترم والدستور ده لازم ياخد وقته ويعرض على الناس ويناقش على جميع اطياف الشعب المصري وننزل بيه الحواري ويبقى عندنا النموذج المصري مش بقى كل مره نقول النموذج التونسي والنموذج التركي وبتاع يبقى عندنا نعمل نموذج يعني يستحق هذا الشعب ان يكون له نموذج يحتذى به في العالم كله يعني. دم الناس دول ينتظر بكره القصاص تحت قبه البرلمان من حضراتكم بس انا بحضر نتمنى ان يكون بكره نسمع ان هناك اجراء مع اي مسؤول في الدوله مهما كان شانه مهما على شانه ان يحاسب غدا تحت قبه البرلمان. لن نتهاون في ذلك ابدا. الارواح كلها ارواح الشهداء دي والاسر كلها بتطالبكم بالقصاص لاولادهم. لن نتهاون في ذلك ابدا ابدا. اشكركم جدا. فاصل ونعود مع فضيله العالم الجليل الشيخ رمضان عبد المعز.